ياخذ بيضرك يعني ايه والله هلا اكبر. انا رجعت من جمد خلاص بعيد. لا 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 تعيد هلا لا بس تيمم صحيح كان متوضي. لا هو بكذا بس انه خلو بسألك واحد بس. طيب انصح هذا صحيح بأخبار والله ما تروع يجي شيء والله عندهم صحيح بمروع الولد والله ضربني على ظهري قسم لا بغيت افقع وجهه والله ترى يلبسه جني ولا يجي شيء زي والله لا مو بزين اي والله مو بزين والله انت عدل لهم مساعد أقول هذا مرة 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 عارف بس مساعد مساعد ايش حلمك؟
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. مالك يا ولدي، الله أكبر. سمع الله من المحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. سمع الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الحمد لله الله ما الله أكبر. سمع الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. خالد تتوقع خصموا عليك عشان تأخرت؟ ايوه
شلونك؟ لا توي اليوم ببدا فيه. لا نايم هنا ولا في شيء. خل عنك خل عنك. لا والله يا ما listening was speaking وش اسمه ذاك؟ listening writing listening اول شيء listening بعدين رايتنج بعدين ريدنج بعدين سبيكينج. الريدنج طبعا معروف اصعب شيء في هذا. اصعب شيء الريدنج؟ اصعب شيء لا بالعكس زعمي الرايتنج. يعطيك فقره طويله. اي بس انا اعتقد الرايتنج لان الريدنج تقرا سهل. الرايتنج خلاص تعرف موضوع عارف طريقه الكتابه القاعده خلاص تسترسل. وهذه عارف القاعده تسترسل. والليسننج ترى استماع. المشكله الرايتنج الرايتنج مشكلته في سبيلنج. ايوه السبيلنج. الجرامر هو الجرامر والسبيلنج. طيب تجاوزت الاختبار انت؟ اي انا كان مطلوب مني 5 والحمد لله جبت 6. ما شاء الله. شوف لما كان في السبيكينج يكلمني الدكتور قبلها بيوم يقول لي ترى السبيكينج يبوا يعرفوا كلامك ما يبوا يعني تتكلم عن الموضوع معين اللي يعطيك اياه يعني ما يبوا يختبروا ثقافتك في هذاك الموضوع بقدر ما يختبروا السبيكينج مالك. فقال لي ذاك اول ما جاني قال لي هلو محمد هاو ار يو فاين كلام المقدمات قال لي يو هاف 5 مينتس اوكي تلك تيل مي ايوه تيل مي اباوت بلا بلا تتكلم بلا بلا لساعتك الان انا ما اعرف الكلمه اللي قال سام تايم يتكلم اي شيء بلا بلا قال لي لا لا تيل مي اباوت كلمه كذا يعني فاهم علي اكثر اوقات ممكن يقول لك تيل مي اباوت يو قلت له اكتشلي اي دونت نو واتس ذا مينينج اوف ذا هذه الكلمه سلام ورحمه الله بس اي ويل سبيك اي ويل تيل يو اباوت انترنت قلت له انا ما اعرف ايش معنى الكلمه يتكلم عن ويتكلم عن الانترنت وفوائد الانترنت وال ومضاره وش مسوي وتاثيراته وش ويا الله يا الله يا الله يا الله رئيس سالفه البلديه يا هلا ايوه اسلم عمر تخيل جبت 6 فيه وانا على بالي اول ما طلعت من سبيكينج طالع كذا منزل راسي ورحت على الدكتور قلت له باد نيوز باد نيوز قال واي خبر سيء ايوه ما عرفت الكلمة اللي أعطاني ولا عرفت تكلمت وأبا عيد أبا شيء يا جماعة الخير ترى والله الآيتس يعني كأنك رحلة كأنك تدرس في جامعة كذا وفجأة في اختبار ترسب غلط في الآيتس أنا كنت ماخذ دورة قبل 10 أيام كم مرة اختبرت آيتس؟ مرتين بس الأولى مع الأولى ما وين درست أنت إنجليزي؟ لأن ما لأن اختبرتها بدون أي شيء ما أعرف وش الآيتس وين درست إنجليزي؟ وقفت قدام ورقة وجبت 4.5 تقريبا مطلوب 5 ما شاء الله يعني الحين انت متقن للغه الانجليزيه لا انا ما في شيء الايلتس متجدد اختبار متجدد على فكره متجدد ينتهي كل سنتين اوكي okay بس انا قلت تتكلم انجليزي ربما اختبر الان اجيب 5 ما اجيب 6 اوكي اتس اوكي وش ما اعرف غيره اتس اوكي يعني كل شيء تمام كل شيء تمام كل شيء على حمود البارح والشباب قاعدين هنا على الضوء جيت معرض عليهم قالوا وين بتنام؟ وانا على نياتي والله قلت لهم في الهنجر كانوا رئيس بلديه تنام نسيت ان الغرفه ذي انا اللي قلت لك حب اي انت رحت لقيت ابن دفنا مستحل الفراش نايم كذا والشباب ما ادري انه نايم قلت له عبد الله ابن دفنا قلت له وش عندك هنا؟ قال انا انام كل يوم هنا انام مع وائل قلت طيب ما عليه روح جيب فراشك وتعال نام قال الله يقلعك ايش فيك؟ قال والله دوبني بديت في حلم حلم عجيب حلم عجيب راجل فراش كل يوم يصير بيني وبينه موقف حرام عليك والله انا رجال نيته طيبه ها في الليل قلت انت ليش السلام عليكم قال هذا انا طيب ليش انا قلت نيته تسلم على الفطور جميل عم منير دقيقه شوف ايش قال لك انا قلت نيته ما هي طيبه شوف قال هذا مكاني وهذا صالح جنبي لازم عبد الرحمن حركات تضبط عشان اخليك ترقد على الكنب ما تمشي والله المفروض غرفتك ما تخلي احد ينام بيها انا اسف على الحلم اللي قطعته البارح اسف على الحلم اللي قطعته قطعت عينه ها انت خليت فيها اسف من الحين تتاسف طب وش اخر نكته سمعتها؟ والله غرفتك المفروض ما حد ينام فيها رايتها ولا سمعتها؟ في فرق بين رايتها وسمعتها خلاص يا شيخ خاف مني يا شيخ المثقف عبد الله بالله يقومك من السرير
اي والله اول ما دخلت المسجد والله شوف اسمع اسمع بالله بلغهم يجيبوا لي الشاوي كذا اول ما دخلت المسجد عرفته من كلمه الله اكبر عرفت مره ورا قلت بالدفنه ذا والله والله لدرجه صوتي انا رجال اول ما احاول اسمع لا اله الا الله داخل اصوات اسمع انا رجال كل يوم كذا بعطي غرفتي وحدي ايش اسمه مو على كيفك مالك الا نص السرير باقي السرير مو لك اسلم اسلم عبد الله والكنب خارج اطار محافظتك ايش الكنب ما متبعك ابدا متاكد الغرفه كلها تبع دقيقه متاكد دقيقه لحظه يا عبد الله ها متاكد لا والله ماني متاكد لا انا أسمع. متاكد انا انت فتحت لك انا باب وعلى بالك الشباب كلهم راضين وايل ما قصرت ما قصرت دحوم طيب وانت واقف سم والله ما والله لو يبغى ما حد يدخلها الحين لا ماني متاكد والله لو يبغى ما حد يدخلها وين سعد شوف الكنب والكنب حق عبد الرحمن لا صادق فيه وش؟ الكلام مو لا متأكد؟ لا والله بلاش وش شوف 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 اسمع اسمع يا طيب المزهري من المزهريه للباب بعد مش يا الله مسك رئيس البلديه في القريه حتى ما هي في الرياض انك وانت بداري شوف شوف يقول لك يقول لك مسك رئيس البلديه في الرياض وش بيسوي اسمع 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 اللي بيطلع الناس من بيوتها وجه الفقر استحم الغنى انا انشد فارس كنت ناوي اعطي كل يوم غرفه الواحد لحاله ما هو كيف ها ما هو كيف عجل بكره لا شوف انت لك نص بكره لا شوف وجهك لا شوف الثاني بوزارك جاي بوزارك تنسدح على السرير معصي معصي نعم اقول لك انا اخذت المفتاح اي عادي اقدر اخذ المفتاح تدري وش اسوي المفتاح والله على السرير يحضر اللي يدخل صوت كبير رجل ريح راسك قفلها طال عمرك تعال تعال شتتهم ليش الساده بينك وبين وائل وبينك وبين حمد راح العريش عنده في العزبه والله العظيم والله ما حد ينام ما يبيها لو صار رئيس بلديه والله اسمع السام ايش يقول اسمع قسما بالله ما حد يدخل فيها لو صار رئيس بلديه رئيس بلديه على غفله بس كذا يا رجال ماني باللي يسكر بابه الضيفان ادخل ما يا صالح الى جانب بيتي يبشرون بالضيافه يبشرون باللي يدسم الشارع يا رجال خلي لا والله ودي احس اني رئيس بلديه انا شوف شوف من كثر حماس انت ما تمسك رئيس بلدي الله اعلم انت الله اعلم خلص البرنامج والله لو يمكن يمسك لا انا بالعكس يستاهل ولو مسكته كلنا تحت رايك تبي نطلع تبي ندخل كلنا تحت رايك تامر امرا الله يسلمك انا ادري هذا رغما عنك ايوه كفو يا بسام كلنا تحت رايك جد جد ما قال غصبا عنك رغما عنك والله ما ضحك برغم من انفه لا زال برغم هذا طال عمرك يدل على اللقه المخزون اللغوي اللي عنده اقسم بالله بالدفنه ترى قال اني ذكي وطلعت ذكي والحين يقول مخزون لغوي يمكنك صادق لا ما بيمكن ترى صادق نظرتك ثاقبه يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله من سالم تكلم الرجال اوه يا ابو حمد ما تعرض على ايش كلام ما شاء الله عليك الحشدي كلها يا رجل انا ابغى اشوفه ينام في محل معانا ينام معانا على السرير لا متعود على الحياه الفارهه هاي بوينت لست نايت انت على فكره عجز عليهم بالسرير عندك ما لا تلومه ترى 15 يوم من المندق فارس قبله والله ما قد جوع يا رافه ما قد نام فندق والله يا عبد الله تدري من تعود على الحياه الفارهه قبل يوم دخلت المندق من ايش صرت ما انام على السرير انام على كنب ادري يعني مليت من الفنادق والله بعدين يوم جيتني اشتقت للماضي القديم اقول لك مالك ويا رفاهيه من يوم شفت عبد الرحمن ايش؟ انت تنام على سرير هو ترى على غنف يا ولد انا ما يضحك لي خلي انا ما يضحك لي عبد الله على قنف سمعت الذبح حقت عبد الله قنف خلاص اقول له انا من يوم ما جيت ازيد رصيدك وعبد الرحمن ما ينام الا في هاي بوينت ولا تطور لنا هاي بوينت اقول له كرسي عبد الله بالدفن قال لا تلوم والله اني استغرب وهذا وش؟ هذا لا فارس هذا قنف فارس اي والله ماني ملسفه هذا قنف اللي جالسين عليه هذا كرسي ما هو كرسي الكرسي اللي تقعد عليه بالمدرسه ما هو كرسي هذا
الا بس كرسي على كرسي غنمه اللغه اسمه غنمه هو يعني ما شاء الله هو لازم انا عبد الله بالدفع ما شاء الله لا هذا كنبه هذا صوتك حلو عبد الله والله يا عبد الله عبد الله تقول فوق المراجل بالدفع ما شاء الله عليك في ما قد انا خلي احد يا عبد الله احاول اني اسمعك تقول كلام ما نفهمه لو يفرق الطاقه لين يتعب المجهود اللي فيه والله والله انا لهجته اماراتيه ولا لهجته اماراتيه بس اتحداك اذا كلمات لا تفلم لا تفلم الا خلنا يفلم على كيف هذا بالسام نعم بس اليوم نعم. لازم فقراتك الحلوه لازم تمشيها مجيد مجيد والله اني اصغر ابي فارغ الصبر والله والله خربوها يا عبد والله اليوم بتيجي فقره كوشي ابيخ نكته ابيخ نكته اعلى نكته ابيخ ابيخ نكته فاز بها وجهك سامع والله طلع انسان والله انسان سامع ايش يقول مجيد يعني مضحك سامع ايش يقول مجيد او ايش يقول نقول انا فارس والله وراه الرجال اليوم يسحب جبهات ونتسيدها مرتين هذا ومرتين ذا قال والله ما يعرف له الا مساعد اذا جاه مساعد ينتفت انتي فوق الكل ينتف من ينتف من ينتف المسيكين ذا هذا يقول فعلا هذا تطلع منه ذي الكلمات قلت انا مستحيل انا ما شفت قال والله العظيم هذا تطلع منه الكلمات هذا ها. ما قلت لا تصدق يستلموا يستلموا بندفن مساعد هي هي مساعد يعرف البسام لا يقدر مساعد لا 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 ايش المصيبه اني برد عليه لكن انكم خربتوا لازم ارد عليكم انتم ما ارد عليكم انت رديت عليه سو انكم انتم السبب في غلط انت رديت عليه قلت فوق المواجين انا ماني خايم من ذي تدري وش المصيبه مو خربته ووقف الموضوع هني قام خرب مني في الشاعر الثقيل والله العظيم بدا الداد يستشري بالطريقه كلها انه خرب مني مني فهمس يضحك هذا ولا فوق ما ادري هذا الشاعر الثقيل اسد الجزيره قريه اخترب منيفي بيخرب سعد وسعد بيخرب صالح على عيني يا صالح ديوان القريه كله شوف الارض فسادا بس ما اقول اقول سبحان الله قاعد يمشي عليهم الا هو هو ما جاء اي شيء هم خربان من يوم جاء وكذا بالعكس بدا يتعدى الحين بدا لا والله عبد الله انا منصب بحق جميل انا ينتفكم كم نتفه وينتف نفسه نتفه عبد الله شفت عبد الله ارد على نفسي والله اني ارد على نفسي يعجبني بسام تعرف يقوم الصباح بزمان وكذا ويترتب ويتكشخ يروح مجلس الشيبان مسكين ياكل ويرجع لا يمسك ورقه لحظه يريد يظهر بالكاميرا لا والله ترى يحب الشيبان لا يحب الشيبان يجلس تحت الكاميرا بعيد والله لكن يسوي شيء تدري ازاي والله يكتب ورقه والله بورك بدا اذا تكلمت والله لماذا اتكلم احنا متعودين على التقاطع يا اخي والله اني حتى انا بسمع اللي هو يقول وش دقيقه يا عبد الله ايوه كمل هذه ضحكة ولا شيء ثاني؟ اسمع والله حركته والله حلوة حركته اسمع اسمع محمد اسمع يمسك ورقة وقلم ويسمع قصص الشيبان ويجي هنا ويسرد هنا عليه المصيبة تدري وش المصيبة؟ المصيبة مجاهدين يشوفونها لا يا ذكي يا اخي خلهم مشاهدين انا بسردها عليكم لا ما عليك ما عليك الصباح ما يشوف الا اكبر اسطر بقيم المدارس عبد الله اكتب والله اكتب والله قصص جميلة بسام بسام بالله عطني قصة على السريع والله قصة على السريع بس على السريع دامني حافظهم بس لا تجيب فيها ذكاء لا تجيب فيها ذكاء ولا اشارة ولا ارادة قصة للبطل لانها قديمة ابي طالب علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب رضي الله عنه اي انا اعرف سيادنا علي اي غلطة كذا بسوي لك اذا غلطت صعب بس بعطيك معلومة يقول لك بات اعطيك معلومه علي بن ابي طالب معروف بالبلاغه والشعر لا خلاص هذا يوم كان صغير خلي الشجاع هذا شيء من عدل لما كان صغير اسلم لما كان صغير كان في غزوه بين المسلمين والكفار المسلمين سووا خطه قالوا بنحفر خندق حفروا خندق طوله تحت مترين وعرضه 6 امتار قصه كان جيش يعني الكفار معهم معهم عمرو بن عبد ود كان شجاع لدرجة إن الفرسان الشجاع لما يسمعون باسمه يبدون يرتجفون الشيبان ذول يخربون عليه قصصي كل يوم يوم يسمعون اسم عمرو بن عبد ود يبدون يرتجفون المسلمين جالسين وراء الخندق وصلوا الكفار للخندق ما قفز الخندق الا عمرو بن عبد ود واثنين معه من المشركين طبعا خندق 6 امتار تخيل شلون ما يقفزه الا الفارس والفرس الاصيله نعم. 3 من المشركين كلهم بس اللي هو عمرو بن عبد ود ومعه 2 بدا
هو على حصانه يتحرك رايح جاي وما حد طلع له طبعا من المسلمين لانه هيبه ومعروف عن 1000 رجال. كفو. عن 1000 رجل يستخف بالمؤمنين يعني يقول بدا يرفع صوته يا محمد هل من مبالغ انكم تقولون ان موتاكم للجنه وموتانا للنار فوالله اني اشتقت للنار فمن منكم اشتاق للجنه اللي يبارزني فولاتي يقول لهم فولاتي ما ادري فيها ما حد قال شيء عاد مره ثانيه يا محمد انكم تقولون ان موتاكم للجنه وموتانا للنار وقح فتلاه فولاتي فولاتي اني اشتقت للنار فمن منكم اشتاق للجنه ويبارزني قام علي بن ابي طالب كان عمره 23 كان عمره 22 سنه قال يا رسول الله يعني من لي من عمرك قال اجلس يا علي انه عمرو وجلس قالها المره الثالثه يا محمد انكم تقولون قام تنرفز علي بن ابي طالب قال يا رسول الله اتركوا لي قال انه عمرو قال وان كان عمرو وان كان طلع وصل عنده قال يا عمرو خيارين لا خيارين قال عرف عنك عرف انك لم تخير بين امرين الا اخترت واحد منهم ايوه قال عرف عنك انك لم تخير بين امرين اخترت واحد قال ما خياراتك قال الاولى ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله قال هذه زي انسها يعني ماني منفذها قال والثاني قال الثاني تبارزني وأنت على حصانك وأنا بالأرض طبعا هذه إهانة هذه قوة لعمر لا إهانة لعمر إهانة على قوته أي يعني قوة يعني عطاه مصدر قوة وهذه قال يلا أنا بصير أضعف منه عطاه مصدر قوة يعني أنا لا تنزل لأنك أنا ما أشوفك شيء غانة يذبح نفسيا قال من أنت ونزل الثامة وله علي بن طالب الصغير بدأ يضحك قال أليس منه لالك من أعمامك أو من أبائك من يبارزني المهم أن علي قال أنا اللي أبارزك وبإذن الله قال من أنت قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة قال لي في قيبات تريها المنظر هذه قالها في خيبر ما هي في خيبر هذه في اليهودي هذيك لما بارز اليهودي حرمة بن اليهودي وحد الوجه سلمت بدأوا يتبارزوا ومن شدة المبارزة الغبار بدأ يعني فوق غطى لدرجة أنها اختفت النظرة على المسلمين والمشركين قعدت مبارزتهم الاثنين هذول ساعة كاملة ساعة وهم يتبارزوا والمسلمين والمشركين ما يدروا من اللي مات من اللي غالب علي الآن ما طبعا ما معروف حتى متصور للمسلمين أنه عمر أصلا علي ينتصر عليه حتى متصور للمسلمين أنه عمر لأن بس ما الرسول صلى الله عليه وسلم عن 1000 رجل لا لا بعده عن 1000 رجل يعني حتى المسلمين كان اكثرهم يظن ان علي بن ابي طالب بيموت والمشركين واثقين منه من عمر بعد ساعه كامله وسمعوا بسط الغبار الله اكبر قد قتلت عمر يا الله صرخ علي بن ابي لا درك الله اكبر قد قتلت ورجع عمر. للرسول ودم عمر يسيل من سيفه عمر ظهرنا ظل واقف ليه لانه طاح بالخندق قصة يعني. جميلة والله أيوة يقول لك هذا أشد قتال على وجه التاريخ عرف يقول لك هذا أشد العليم. قتال إنه يعني ساعة كان علي بن أبي طالب تخيل رجل تهدى على 1000 ويذبحهم اللي هو عمرو بن عبد ودنا وعلي بن أبي طالب كان هذه الظاهر أنها أول مرة يظهر فيه الشجاعة القصوى علي بن عمرو بن عبد ود نافس عمر بن الخطاب وكانت عندهم منافسة معروفة اللي هي قسم الجمل فجاء عمر اللي هو يجيب جمل ويضربه من فوق يكسر الجمل ايوه شوف وين يوصل من الجمل ايه يا هذا الروق اسمعي لا وبعد كان بند الرشوة ترى اما تقول شران الراوي اي شران راوي شران يا ولد ابو في الوصف ها شران لما جاب لك قصة وقام يوصف ايه يوصف يا ولد تفاصيلها تقول انه جاسم كان كنت انت بعد جاسم معه إيه؟ تسمع بس هو وصفنا القصه كانه مو سامعها ولا قريها لا
كانه إيه؟ شايفها بعينه. كان حاضر. ايش يقول؟ لا يقول ريشتني، يقول تقول مخ جربوع. اي والله اي كذا وصف ممتاز. ستنك شاهدني يقول مخ جربوع. جربوع. ليش عاد مخ جربوع؟ يحافظ ما شاء الله عليه. يحافظ وقاعه كويس. بعض بعض الناس سرد القصة يكذبك، وبعضها هو حافظ وجايب القصة على صورة، لكن سبحان الله اسلوبه بالإلقاء ما عنده. لأن في ناس يضيف إبداع على القصة، وفي ناس لا. أنا بقول شيء يا أبوي، الحين الطبخ ولا الكبسة ما هي وحدة وقديرها. إيه. لكن النفس يختلف. النفس النفس يختلف. في ناس تضبط بالبهارات، في ناس بالملح، في ناس النفس يختلف. النفس هنا من شخص لشخص. إيه. هذه طابرك. في ناس ما اللي يقول ينقلون القصة وهو ما عنده إبداع ولا عنده. هذا اللي يمرسها مرس، يجيك مهلوس. يجي إيه لا يعني أنا قلت قصة مثلا خذها مني راح نقلها بأسلوبي أنا، راح قام يطرحها بأسلوبي أنا، ما تيجي عليه. صح. أنت خذ القصة، خذ المعلومة، خذ إيه، روح رتبها بأسلوبك. بأسلوبك راح رتبها وألقها بأسلوبك. لا تقول تكفى. خير وما قال افزع لي. لا بس يقول تكفى بعدين انت تزحم على شاهي. لا تزحم على شيء كايد يا اخوي. شاهي ترى تكفى كذا عشان الميكروف يجي وودته. تكفى ترى. لا قلت قهوه تكفى الزرجاجي لو نظروا في الوقت ما قلت تكفى. تكفى ترى ايش السبح يا اخي؟ شو حتى السبح تطول. لا ذكرني بالديره يوم كنا نسوي السبح كنا نقطع نسوي هلو هلو. اي والله أنا يا ويلك يا ويلك يا ويلك يا بندر يا ويلك يا ويلك يا ويلك يا ويلك. طيب ليش تروح يعني هنا وأنت هنا؟ عيني هي ناس على المصياف تصرف ملايين، ناس تسوق دبالها للعلاج. الله الله. ناس بقسمة ربهم حير راضين، وناس تشوف النهر مثلها ما أجي أجي. سلام. انت ايش عندك تقول اليوم؟ لا مو اليوم، هو الايام القادمه. وش شويه تعلمك عشان مفلح يعني ما تبي اي مفلح ما تبي اسمع. طيب السلام عليكم. اسمع تدرون ليش؟ لان السرير طلع بين اثنين خلاص. صح غيروه. بس انا عادي يا اخوي في مشكله. جاني على طاري. اصبر على طاري المايك. جاني حق المايكات. قال ميف انت حساس، انت حنون. ايوه طيب الله يرحم والديك. حن المايك. المايك الثاني انقطع. اما عاد ماني دخل انا احط مخباي وانقطع. هذا انقطع. انت شاعر. خلك حساس. خل عندك مشاعر. وانت من المايك يقول. لا يا اخي المضبوط بصراحه. المايكات المشمعه مصمغه هو يا ولد. انا مرقعه يا اخي حقات اصير. تو مشمعوه. عطونا جدد. تو مشمعوه انا. جاني يا ويلك. جاء حق المايك. يا حسن يا ابوك وجدي على جيلي، يا وجودي وجد من فارقه جيله. من فارقه جيله يا وجودي وجد عود عليها الوقت مال. هل انت صابر اللي يقول لا حلال في مراحه ولا عنده عيال غير سربوتهم مع الناس ضيع سمعت. الله اكبر. لا يقول لا يا وجودي وجود يا وجودي وجد عود عليها الوقت. يا وجودي وجد عود عليها الوقت مال. حداك تسمعون يا مايك. حداكم. يا وجودي وجد عود عليها الوقت مال. هي حصانك المسيا. هلا هيا. ايوه اسلم. سلام. عدت مكان. اذكر الشطر الثاني. الوكادنا يقول لا حلال في مراحه ولا عنده عيال غير سربوت مع الناس. حتى مو ما عنده عيال، لا عنده واحد وسربوت. لو ما عنده كان هو. كان هو ولد ذك. مدري شلون طرت عليه هذه. طرت عليه حقه العلا. اسلم موضوع ما له دخل كذا. فطر علي المطرب وراس طعس. شاطح. أمطرت معك. أمطرت وبسطة السنة والعيال.
ترجيني حالتك طبيعي عادي، اشم ريح المطرح يا ريح المطر طراها التوجه. يقول اللي حداها الوقت اللي حداها الوقت ما ادري ايش يقول. اللي حرمها الوقت من شوفة ابوه يهتز قلبه كل ما كحت امه. الله اكبر. قل لا شفت لي شايب وفي دينه اغراض، لا شفت لي شايب وفي دينه اغراض، ودي اشيل اغراضها اللي بيدينه. ما هي ب يقول لا شفت لي شايب وفي دينه، لا شفت لي شايب وفي دينه اغراض، ودي اشيل اغراضها اللي بيدينه. ما هو مدري ايش يقول لكن ذي اعراض واسباب مدري ايش يقول. يا شيخ راح فاقدين حولها ال... اي مدري لا ما هي مدري وش هو حرام عليك قصدك ما تحب. لكن ذي اعراض اسباب من يفقد حدا والدينا. والدين الله يكبر. ما نقول أجد ليش ما تحفظها؟ أنا في حاجات اللي قدي وفي حاجات اللي حفظنا شعار ثانيين من أول وفيه وكنت تردد على باي، لكن المشكلة اللي يجي شيء جديد. عناد معاد معاد الجاهلية القريب من قبل 100 سنة كان في جاهلية حد الحمد لله. هذا الغريب العناد. العناد ايش العناد اللي كان يردهم 100 سنة قبل 100 سنة فارس قبل 100 سنة كان يناصر كان في لكن ما فارس. ايش رايك تخيل بعد صح مثلا 20 سنة 30 سنة 40 سنة 50 سنة 60 سنة يقولون كان جدنا واحد من الجهلاء يقصدونك. ما بيقول فاستكبروا بها صادق يعني والله فاستكبروا بها وجحد سبحان الله ظلما وعلوا مهم ثوب واضح ابو طالب هو تشهد مع ان الوليد بن مغيرة كان يعرف ابو طالب الرسول صلى الله عليه وسلم وسمع الايه ورجع قال والله انه لا عليه طلاوه وانه لكذا يمدح في حلاوه في حلاوه عليه طلاوه لكن استكبروا بها وجحدوا ابو طالب هو تشهد استكبرتها انفسهم ظلما وعلوا من هنا يا عبد الرحمن اسفهم الله يعرفون ان حق يعرفوا ان ما مر عليهم لا شعر ولا نثر مثله لكنه من استكبار العنب. ايوه ابو طالب هو تشهد ولا بس بسام ابو جهل وش يقول ابو جهل وش يقول يوم قالوا اسلم قال والله اني اعرف ان حق القران والاسلام لكن وش قال؟ قال كنا نتنافس نحن وبنو عبد مناف حتى كفر سيريثان حتى تجثينا على الركب. الماء اخذناه واخذوا، السقاية اخذناه واخذوه، واطعام الفقير وال 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 حتى قالوا بنا نبي. هذه ما نستطيع ان ناخذها. فوالله ما دعا لهم، يعني عناد كان يقول مستحيل اني وافق، اذا وافقت خلاص فاقونا بنو عبد الله. ابو طالب كان مع الرسول واحيانا يدافع عن الرسول لكن ما اسلم. يوم يقول له يا اسلم قل 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 اشهد ان لا اله الا الله حاج ليحج الله بها يوم القيامه حاجك بها عند الله ليحاجك بها عند الله. كان يناصر الرسول وكان واقف معه ما قالها لكن ما اسلم ما قال يعني ليه ما ادري مع انه كان يناصر الرسول وما كان يؤذيه ما ربي يبغى حتى درجه ان الرسول حكمه ربانيه الرسول ظهرنا الرسول اللي كرم ولده لما رجع لمكه وقال ابنوا لي خيمه قال بيتك موجود قال به عمر ابن ابي طالب هشام من عمر ابن ابي طالب هشام من ابو جهل هشام ابو جهل لا 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 يوم جاء الرسول المكة قال او اخرجوا او اخرجوا وناسي اسم الرجال هشام قال او اخرجوا ابن ابي طالب يعني حتى الرسول كان يحترم عمه كان يحترم عمه وهو كافر ولد عمه اخو علي اتوقع ايه ولد عمه اخو علي ايه اخو علي هشام بن ابو طالب أيوة. يعني مع ان ابو طالب كان كافر ولما وصل المكة الرسول عليه الصلاة والسلام قال ابنوا لي خيمة قالوا بيتكم موجود بيت قال فيه عم فيه هشام لا كيف لمحمد كيف محمد بن عبد الله حبيبي هشام بن ابي طالب كلنا يعرف
اللي هو المهم انه قال لو كاد يرى يجيل انها فتنة. لا تحسب ان الامر سهل، حنا ترانا جانا الاسلام اللهم لك الحمد على طبق من ذهب، على طبق من ذهب جينا الاسلام وابوانا واهلنا كلهم مسلمين ودخلنا الاسلام، لكن ذول انت على دين ابائك وعلى دين الصنام فجاه يقولون دين جديد. فتنة فاحمدوا ربكم اللهم لك الحمد لله ان الله ممتحنا بالاسلام. اي والله ترى نعمة، ترى احنا بنعمة يا جماعة. اي والله بعدين في ناس انك بدينهم في ناس للاسف في ناس للاسف هنا شيء هو لو تفكر يا خالد في ناس للاسف هنا انا اشوفهم في القرية يعندون حتى على الخط، اذا مسك الخط اقتنع فيه، فهذا لو انه معهم وش بيصير؟ مثل عبد الله بن دفن ترى يخطئ يقول هذا صح، يا رجل يقتنع بخطأ، اذا جو اللي داره ولا احد قالوا هذا خطا قال هذا انت لا انا اقول هو يبتسم يدري ترى يدري، فهذا لو انه معهم خطيب وش بيسوي؟ نسال الله عشان اصدقك يا حبيبي. لا انت ابو بكر لا انت عمر عشان اصدق تاكد منها هذه هشام، لاني انا اظنها عمر وتوني سامعها اصلا. الله يكفيك الشر، انت متنح على عمر بالود عمر بالخطاب. لا 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 صدق مو على التشابه، اسكت عندك على عمر. لا 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 صدق صدق اظنها اسمها عمر بن الشيخ بدر قالها هشام هشام شيخ بدر مشاري قالوا وجه سؤال بعد في زيد الرصيد. ايه صح امس قالها. لا يا شيخي قال لك ما انت تجيبها منه. قسما بالله اني اتذكر من سمعها. يعني سمعها اقول لك انا ترى نسمع خلي انا عندنا مخزون. لا قال عمر عندنا مطبخ اليوم بسام ما شاء الله مخزون صراحه جهز الوضع عندك مطبخ وسجل اثنين اسجل والله انا رب الدافن اسمع ومره اسجل لك انت ومره اسمع قصه ومره حب الله لك الطويره حب لك يا من الصبح السلام عليكم. اي جاي من الصبح والله محمد راح للشياب مرحبا والله والله راح للشياب اتحداك اذا رحت وسوى مبادره ويستاهل جته هديه من شاعر يا هلا يا هلا ساعه من كارديال اعطوها الشاعر قال انا ديها للرحمن محمد اي والله محمد ايش رايك بشيباننا؟ اي موازين شبان ولا شبان احسبهم والله حسيبهم نعم كلهم ولا ازكي على الله احدا انهم نعم الرجال نعم الاجداد ونعم الخدوات يا اخي موالات وقصص والله يا شباب لا تقول شيء ما شاء الله ما شاء الله شباب يا رجل والله اني ودي اجلس معهم بشيء الله يحفظك اذا جلست معهم مشكلتك والله عبد الرحمن شياب رسميين الصباح بتقوم شياب رسميين تجلس معهم ليش؟ انا اقرا رسميين انت ما شاء الله عندك مسرود قصص اي والله ما اعرف فهناك لازم تعطيهم وجهه استاذ هاشي يقول يقول شيابنا هناكي شياب رسميين لا والله والله ونعم شيابنا لا ترى ترى ذولي يعني منتقين على حسب البرنامج من ارجع هناك بسوي جلسه حشي يعني لا تتوقع لا تتوقع ان كل الشياب في المحلقه كل يوم لا تتوقع ان كل الشياب مثل ذولي قول لهم ذولي منتقين على حسب البرنامج مثل يوم انتقوك انت البرنامج نعم. تراك عملة نادرة أنت عبد الله بن دفن أنت قوي عملة نادرة والله أنت واحد. مش عملة نادرة الصراحة وأنت يا بسام وأنت عبد المجيد أنت عملة عملة أما متداولة. أنا أعرف قادر ما يحتاج تقول الله يحفظك إن شاء الله أنت عملة نلانين منها عملة قديمة بعد ما شورتك ما شورتك أنا أجل أجل العملة القديمة هي اللي يحفظون عليها وهي اللي يحطونها بالمتاحف وزين المفروض بس مرات تجيك قديمه كذا زين المفروض احنا نطونا نحطونا في المتحف يا اخي هذا انت ترى ما صح ليش ما نحطك من الان ونحطك ليش معجبك يعني شو ما لا عشان ما تخلص انا ودي اجلس مع ابو رشيد بس ظنك الرجال هذا تقضي شيء شيء غير طبيعي اذا جلس برا وشم الهواء دخل جو نسانه راح يفك يا اخي خلوني اسال محمد اسئله خاصه ودي اسال اقول عطني شيء من ماضيك يذكرك بالهواء عندك قصير هل اكتسبت استغاثه في القريه؟ عنده يقول والله لا خلوني اسال اسئله مهم هل اكتسبت ثقافه جديده في يوم دخلت القريه؟ ثقافه جديده؟ ايه والله ثقافه يعني بتقول الصراحه ثقافه شيء ثقافه لكن ما شرط ايجابيه كامله يعني قصدك قم في الليل هل تكتسب ثقافه سلبيه؟ متى؟ في الليل في الليل؟ والله لا لا يوجد أي إيجابي في الليل لا والله بس حياة جديدة شكل جديد أسلوب جديد حتى يوم يقومون كلهم باب 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 أنا ما أدري كيف أنا ما أدري كيف يوم برجع هناك بتعايش مرة ثانية بعد ما يقولك بعشر قوم 40 يوم فما بالك 100 وكم أهم شيء تحط السهرات الليلية أهم شيء والله العظيم الجوز كمكم من بكرة تقول يا ولد ولدي جاء ما هو بصاحي في بلا والله بخلي الوالد من البيت حطب علوم وردي الحين لا لو بسوي نفس منيف لما احد من اخواني الصغار مثلا يرمي شيء في النار عند الرجال هذا عيب
هذه الحركة تسوي دخان تسوي كذا واعطيه بيتين شعر ذكر الملك سلمان يحتاج وقفة ما شاء الله عليه استغفر الله اليوم صحتهم اليوم قالوا بتصحانا حد الشيبان سالم الخنفري والخواجي والتوأم وراض الجبيل وبندر هذين الستة قالوا تصحانا قلت لهم أبشر صحيتهم ثلاث مرات كل واحد ولا واحد قال لبيه تريد الناس فانت ايوه كمل والله اتوقع اني برجع هناك اقوى شخص ينتف ينتف هذا عبد الله بن دفنه طيب الفارس اقوى معزز في العالم فارس لو جاء عمان كذا يهز السلطه اي والله يا رب اني مرات يضرب في الراس حال عمان رسميين على فكره لا والله ما عليك منهم والله رسميين لفل لفل عرب رسميين انت فاهم؟ تعرف لو مدخلين ثلاثة أربعة من عمان هنا كانت تسوي فلة حلوة. اوه كان يعطونك جوك. بالعكس يمكن ياخذون الضوء عنك. خليك انت لحالك مميز الحين. يلا الحمد لله، سأل الله العلي القدير ان يجعلنا انت والنجمة اللي عليك. ظنهم وان يشرفنا اليوم في الشيبان كلهم لبسوها. والله يا حظ عمان بك والله. يا حظ عمان بك يا اخي انت من الناس اللي تجي وتشرف بلدها في ناس يجون يضرون بلدهم وانت ابخس عاد ما يحتاج يقول لك سبحانك اللهم وبحمدك هذا انا اكلمك في ناس ما تعترف ببلدهم تعال تعال في ناس يا فارس في ناس سبحان الله يجون يشرفون بلدهم مثل محمد الذهلي وفي ناس والله بلدهم متبرين منهم من الحين يقول ليته ما دخل برنامج وانت خابر وخابر من اقصد فارس ايه اللي صوت له ايه جمهورنا احنا عشان نبغى يجلس معنا لا والله فهد واسع مسحبين عليه يوم جاب الامارات يقول ابيهم يسلمون يقول ابيهم يسلمون يقول اوه المنشور قال يا ولد تراك فشلتنا انت حطم المسكين ادخل معك بندفنا ها طيب قال لا يا هذا يشرفني والله انه يشرفني ابى اسالك سؤال سعودي بطيبتك وابتسامتك ولا هذول وش عندهم عشان يتابعون السعوديين متبريه منهم وش عندهم عشان يتابعون هذا يجيب لك المتنبي وهذا بس يضحك والله شوف 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 اصلا ابوه ترى تعاطفا معك والله ما درى عنك بس تعاطف معك لا صحيح ابوي ما يتعاطف معك والله انها طلعت لي دليل انه تعاطف معك وش انه ساكت والله ما اقولها وبغلات شيبان والله ما اقولها يقول طلعت لي نتفلك لكن والله ما اقولها احتراما له اقول لك شيء قل قلت سيف قل والله ابوي ما قال شيء يوم من خربه بين تفكر لا والله خلها ينتفني والله يمون لكن انا والله اني اقول الصدق يا وقولوا لا اله الا الله لا اله الا الله من الصبح المايك مبند والله ونعم فيك يوم تكلمت ما قالوا لك ونعم فيك والله هذا اللي الله يستر عليه في الليل ويفضح عمره في النهار والله سكت من ساعه جالس لا سولف هسه تحية تدري ايش سوى كذا تدري ايش سوى كذا يا فارس عشان يصرف موضوع الذبات اللي عليه حط الكاتب رجعي لك رجعي لك ما يفكر بلدك ما تشرف بسألك سؤال انا والله ما تشرف الرجال راح الامارات قال ايش قال والله الحين اول ما بخش المطار ولا العالم يتصورون معي وذا ولا حد اعطاه وجه روح رجال يلا واحد بالمسجد بخبرك بندفنا وخرج مره واحد واحد في المسجد ساله ما غلط ما غلط ما ساله قال انت ذا قال انا قد شفتك الرجال انبسط قال لي في البدايه قال لا تدري من اللي عبره الاطفال كلهم جم تحت عبد الله صور معنا خلي الاطفال اي انا جلطك ترى الرجال اللي جاء اي سالهم هو قال ليش تصورون معي قال لي بنصور مع واحد خبل نعرفه بالحياه والله مشكله عبد الله حتى سمعتك هناك خبل ما في شيء زين زين وش شايفه الرجال يروح الامارات لقى واحد قال يا اخي انا قد شفتك عرفت قال وين شفتني؟ هذا طول انبسط قال في التلفزيون قال لا ما شفتك قال شفتك في شو اسمه في الصحة النفسية في الصحة النفسية والله الرجال ما هو ترى بده يشتغل الحمي ترى بده يشتغل والله اعرف قدر نفسي زين انك كتب انك يا فارس مع انه والله بغيت اقول حاجة نسبة اللقمة والله بغيت اقول حاجة نسبة اللقمة خلها شوي لا ترى بده يحمي خلاص خله اقلب علينا الحين والله يطلعنا من الطريق ايه؟ ثقافي يا تسير
اي أيوة والله ايش قصدك كمل كمل ايش قصدك جانا لحظه لحظه يعني ايش اللي بعدها سؤال سؤال يا رحم الله امرأة عرف غدر يا صبا صبا رحم الله امرأة عرف غدر فقال الغافل اصبر اصبر واذا اسمع اسمع بقول لك شيء لا لا تقول واذا خطا لا جتني الزله واذا اصيب القوم في اخلاقهم فاقم عليهم مأتما وعويا تعرف المثل العام اللي يقول من شاهد كبر حسين قال خلاص من شاهد كبر حسين قال تعرفه؟ اي والله اجل تراه انت يا حبيبي عز الله انكم طبقتوا على بعض واحد يقول تعزيز والثاني عايش هذا يقول ابو حسين ديب والله احنا ما شاهدنا البعض بشيء هذا يقول القافله تسير لكن ايش بسمع بقول لك كلاب تنبح لا ما قلت وكلاب تنبح لا 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 ما انا ما قلت والله ما قلت انا ما قلت لحظه لحظه يعني لحظه لحظه انا قلتها ممكن اقول اسود تنبح ايه لو اسود تنبح ما شاء الله اسود تنبح الله اسود تنبح تدري كيف ايش تقول؟ انا يجي من هندية وتسكسر انا ما غلط عليك خلاص انا سوي زي مساعد يوم والله ما غلطت عليك يا فارس انا ما غلطت عليك بس ولا عاش من غلط عليك ايوه احرجي والله عرف يا حي والله اني صافي لكن لا لا جتني اسمع يقول والفقر للرجال ما هو بعذروب عذروب الرجل عذروبه اللي يباح طيبه طيبه يبغى نفوس وعيون وقلوب تحميه وان جت حزته تدعيبه ما ادري ايش يكنز في دواليب وجيوب ما يكنز الا وسط روس صليبه والله شاعر الله اكبر الله اكبر صاحبي زلت راجات فالك من 48 اعطى عليه على كنك محيط الله اما من صاحبي زلت راجات لا على القافي ولا على الوزن ولا على من صاحبي زلت اقصد بسام من صاحبي زلت راجات ها اعطى عليها ولا كاني بمحيها مع حشمته ولا شيء بعد اصد عنها وبر زله تنساها حطيت القفيه هذه مغاله الظاهر اني غلط بين القصيد والمغاله عاد هذه البسه مستاهله بس الله يطول عمرك كاني انا تراني ما زليت وهذه مداعبه لحظه مجيد مجيد انت لحظه لحظه انت لحظه خبرك شيء بتنام انت الظهر كفو طيب صحاني صلاه العصر والعصر ان شاء الله ان شاء الله يا سلام لكم باقي على الشر والخير حافظ غلاكم والله الحال هذا اعطيك اليوم مسك طيب الحين خل الثاني عندك انت كمل الثالث عقبه بسرعه يلا اسلم حلو يا وجودي كلمها ابنس ناس الشمال وجد من حد زمانه على اللي ما يبيه اسلم يا فارس يا وجودي كل ما شفت نور الفجر بان وجد عود وجد واحده ردها لا اصبر اصبر يا ليتني ما جيب بدت تطلع البلاوي يا ليتني مثل النخل ما جيب يا ليتني مثل النخل ما اجيب الا تمر. ايه. لاجل ما يزعل علي فلان. وفلان. وفلان. لاجل ما يزعل علي فلان ولا الدنيا لا لا لاجل ما يزعل علي فلان ولا فلان. ايه فلان ولا فلان. اسمع 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 اسمع. كمل يلا يا عبد الله بن دفن. العلم الغانم لو جاك. اعرف ان الوقت حواج والدنيا ممر. العلم الغانم لو جاك من رجال اقبله وحيه واحترمه. والعلم الردي لو جاك من ردي سلم عليه وقل له مع السلامه. تركب عليك في شاعر ثاني رد عليها ما تركب على وجهي انا من بنقال انا من بنقال يا ما حال الدوق تشومه من فوق ايدك بدي يقول سولف وتكفون يا شباب يا شباب نبقى قصايد سولف وتكفون مشى مشى عليك سولف وتكفون لعد تسكتون طيب قبل ما هاجس وياتيني بلاء اقض هذا اسكات يزود طعوني يطعون تنكسر لا جاء على راسي عصاي صح يا سلام سولفوا لو ما بغيتوا تسولفون واضحكوا لو بعماءه تضحكوا يقول انت على عزك علم مالك حدود تبي مني وابي منك لكن العلم ضايع تدري وش اللي يصير والله العلم ضايع لا صار فيه مدود مدود احبك وتبقى دايم صايع 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 تحبني وانا صايع شلون هذا يقول الحب اعمى وشر خير والعاشق يجرون العلاج لا احبك اشوفك غير ولا انت لا غير ولا حاجه والله هذه مدحه ولا شبه لا هذا شاعر يقول لا حلا حلا انا احب قط انت والله ولا حاجه يا رجل يقول العلم دائم يمشي وانا اتحراه واذا بقى في مكانه ابعدت لكن اذا جاء من اقصى مداه انا دائما اسعى لها وهده سلام الله اكبر كيف تستنكر الصوت الله من بعد ما كنت تتمنى صوتي سماع. يقول الصوت اللي كنت اسمعه انا كنت اقوله لكن وش اللي غيره وش اللي جراله ها يلا اسلم غصب يجيب عطني عطني نعطيك ابيات ورا ابيات تتحداك تسمعها طول عمرك اسمع القداحه والطلاقه
لا خلها شوي والله 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 فارس تعال والله تعطيني الحين قاعدين تعال باذن الله يلا 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 فارس تعال كل مجيد وراك وش بلاك قاعدين لحالك وتسج بالبال يا خبير تعال وقرب واسمع الملاك من عبد الله بن دفنة يحب الخيار بأمانة بأمانة فارس بسألك سؤال قعد قعد عندي سؤال وش استفدت أيوة. من عبد الرحمن بأمانة جعلها في ذمتك كيف وش استفدت من عبد الرحمن تعال تعال اسمع أقول أنت أنت يا الله أيوة. أقول روح انقهر قال أنت 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 اي شكرا حبيبي لا تتشارك لا 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 تعال تعال اقول الله خلينا اضوي العيد تعال تعال اسمه منو ايش استفدت من عبد الرحمن بامانه اعطني شيء ايجابي واحد بس بامانه لا لا تستخدم كفو ما شاء الله بدايه طيبه الله يستر من النهايه اقسم بالله العظيم بدخلها في ذمتها ما يطلع منك شيء ايجابي لا والله انا بحطها في ذمتي والله رجال تاريخ ما شاء الله ها تاريخي والله حطنا في المتحف مش في القريه صح انا عندي احساس ذي بعد الشيء الثاني ايش اسمه يعني مثلا يوم اجي قصه سندباد من اللي ناديته دعيته تعزز على فضحتنا فضحتنا انا والله اني اشهد له بالقصص وبالمتنبي وكذا لكن عجزت احفظ منه حاجه واحده يا رب لا لا شوف شوف بقول لك افتح اذاني له ما عجزت ما شاء الله خلنا نسالي هو الوحيد اللي يجيب الناس الصعبه وش استفدت منه والله اني حفظت انت الوحيد اللي عجزتني عنه خلينا خلينا بامانه وش تشد والله شكلك ما ينفع الفائده يلا وش والله روحها المرحه ايوه والصدق مشاعره لا ماشي مخزون انا اتكلم والله تسليم انا اتكلم مخزون ثقافي فيه مخزون ثقافي انا اعلمك التاريخ عندي طويل العمر عندي طويل العمر قصص مضحكة ها قصص مضحكة جميلة كوميديا اي تستمتع فيها اذا قال والله وقت التحدي حان اظهر مهاراتك يلا 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 زد مهاراتك من ذاق طبختك اعتمدها لو ياكل يدينه بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يسعد اوقاتكم بكل خير مساء الخير للجميع يوم جديد ويوم بإذن الله حيكون مفيد وبإذن الله حنشوف الطبخات الزينة ونشوف بإذن الله معكم الحاجات الزينة ونشوف الأبطال والنجوم معنا بإذن الله اليوم في مطبخكم وفقرتكم زد بهاراتك اليوم معنا خالد هاي خالد هلا سم جهز اليوم بإذن الله ما راح أدخل السجن قابلني خالد أمس يقول يا أخي أنا أمنيتي يوم الأيام ما أدخل السجن ما راح أدخل بإذن الله بصلوح بصلوح المرة بتدخل السجن إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله يتممها لك إن شاء الله على خير الله ما بس إن شاء الله أبو علي يرحمنا شوي رحم الله سبحانه هلا والله خالد حبيبي لا يعني تقول إن شاء الله اليوم ما راح تخش السجن بإذن الله المرتين الأولى دخلت السجن إيه لا والله شو رأيك بالظن لا شوف دائما معي راشد تكفون غيره عطهم واحد يطبخ زي صادق بسم الله عليكم لا تناظر لا لا يا يا الله ما عرفتك يا راشد نبه راشد انت قد فزت في المطبخ لا والله نفسي ترى لك الثالثه ثابته باذن الله ما شاء الله نعم والله ان شاء الله ان شاء الله انا ناظر وجهك بس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله يا حبيبي ان شاء الله باذن الله حبيبنا صالح من يلوم اللي مفارق له وليف في تناهت كل ما طار نباه ايوه يلتهي والقلب في عرقه نزيف كل ما طره عواد له بلاه انشخ الحاله وحاله نحيف والليالي سود ما تروي ضماه من يلوم اللي مفارق له وليف في تناهت كل ما طار نباه أنت قاعد تنشد الحين خويك أين وفين خوي والله ذا فاضي لا خويك ذا فاضي
يا يعني انه فاضي او انه ثقه زايده انه بيفوز. ما في ثقه زايده، 20 درجه راحت عليكم. صل على رسول الله، ربنا يقول 5 درجه. والله 20. روح ادع الخبل ذا، روح ادعه. اي ادع ابن دفنا. اي عنده مطبخ؟ اي وينه؟ الرجال يتحدث معنا ويسرد قصه. روح ناده الله يقلع وجهه. تعصيب تبغى لي فيدي ولا هذه؟ المضبوط. وثمان دقائق. والله يقول لك الرأس كالسيف اللي لم تقطعه قطعه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم نبدا بندفنا. طيب ما جاء متاخر متاخر. طفلي هذا يا حبيب، طفلي ذي. طيب معليش ايوه انت والله ما من المتنبي فايده. بدا البرنامج اريد البس. والله ان شاء الله انا كذا. لا حول ولا قوه. رقبه هيك صغيره يا اخي. اتق الله انت تدري هذا ادري لكن ما ناديتوني. شفتني يوم مره انت ليش تروح؟ ما ادري ما خليني مره اجيب شيء. المتنبي مره اجيب شيء عندكم. من شفتني؟ والله ما شفتك. خلاص انت طاير في الهواء. الله هو خالد حامد. ايه الله مره زعلان ابو علي. خلاص تقسم تقسم والله يكونون ان شاء الله. لا ايوه متاخر والله 10 دقائق. سلامات. يلا البس البس 10 دقائق. 10 دقائق مو منك من ذا الثوب الكركم اللي انت لابس. سلامات هناك. لا 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 يا ابو. طيب طيب خلاص 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 خلاص. جماعه يقول 10 هم شايفين 10 دقائق تاخرت. 10 دقائق ما ناديتوني. ما ناديتوني. ما ناديتوني. غير تنادون. والله تنادون. ما رجال ما نادي. تعالوا قول لي. الساعه 1 الا ما ظلمك اني. والله انك وجه فقر من ذا الثوب الكركم. اطلع مخي خمس ساعات. ها يا اخي كذا الشيء الكاميرات هناك. لا عجبني بعد مرقده عندي. وتجيب العيد. بالله انت انت ظالم بالتقييم. طيب. اليوم مطرود خليك ترجع على فقرك. مبروك يا صالح. البلدية مسال كل خير. توظف يا ابو خلود اللي ودك. انا علشان علشان البلدية العشر ذي طيح. ما انا ماني دخل انا لو بدي اعطيتك 400 اعطيتك 400 وفي لحن وفي لحن مني كلنا. يا الله لو نبيدي 400 400 في لحن مني. ضبط ضبط خذ حقك. صح صادق. طيب والله ما قف فيه بكم علي. لا والله ما قف فيه به. تحبون اللون الاحمر ولا الاخضر؟ ها تحبون اللون الاحمر ولا الاخضر؟ والله الاحمر زين. الاحمر لون الاحمر. ها تحبون اللون الاحمر ولا الاخضر؟ وشو تعال يا حبيبي تحبون اللون الاحمر ولا الاخضر؟ الاحمر. احب الاحمر والاخضر المنتخب. لكن ايش رايك الاحمر؟ احمر دائما اقول احمر اجنبي الاخضر لانك لابس احمر. أخضر. حبيت علي. لا حول ولا قوه الا بالله. احنا شبين هذول قالوا احمر. عرفت ها وشو قالوا؟ احمر اخضر. كلنا سلمان بن عبد العزيز. كلنا سلمان بن عرب. والله ابو علي هلاكم اليوم. ايش سالفه ابو علي معكم؟ ابو علي وش في مضايق اليوم؟ رجعناك شوي ابو علي. وسع سالفه. تعال بالدفنة. امرك ساي. تعال يا خالد. اخترت اللون ايش؟ احمر. وانت؟ اخضر. تعال هنا خذ اللي تحت الكرتون هذا. خذ ورقه ذي. روح. والله انا وجهي فقر. لا تطلع لي طبخ. ايش تقول يا ابن قل والله ما تعرف له. يا اخوي انت نكبه. لا لا يا ابو علي. لا يا ابو علي. وين اشوف؟ والله وش؟ باخره الدنيا يا ابو علي. انت وش؟ رز وش؟ ها؟ جيت مندي. والله انه رز ربيان. والله انه حليب مندي. تعرف رز ربيان. تعرف له؟ لا. وهنا دجاج مندي. صالح وعبد الله عندهم دجاج مندي وخالد وراشد عندهم رز ربيان. راحت علينا. رز ربيان ترى ما هو برياني. وش تراه؟ رز بريان. ايه مو بربيان يعني. بريان. ربيان. ربيان. ايش اسمه؟ رز ربيان. ربيان مو هو ربيان. كيف ربيان؟ مو برياني. مو برياني ذاك الحار. ايه لا رز يعني في ربيان. 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 لا يا شيخ الاسبوع اللي راح. الاسبوع اللي راح عندي رز الربيان عرفت اللي في البحر. ما هو؟ يا هذا دجاج مندي. والله طيب. والله انه حلم حقق حلمي. هذه ترتفع النظاره من الخشب. مالك شغلك عندي؟ الجيوب شغلك عندي؟ انا نفسي بعد والله انك الكيس الازرق اللي هنا. كيس ازرق صادق والله. يا اخي بشرتها ما شاء الله عليها. ما شاء الله عليها. ما شاء الله. الليل سرقت ادويتها قلت خاف استوي نفسي. حطيتها كذي طاخ طاخ. كيف طلعت؟ والله طلعت عبد الله بالدفنه ما تغيرت.
مقادير ولا اتصال ولا طلب؟ اتصال والله ما يشمونه هو خسر. ما اتصل امي راقده الله يحفظها الحين ما ندق عليه. واحد من اخوانك طباخ، واحد من اخوانك. لا 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 ترى لازم تعطيه رقم منير. تصب المطعم الناضج. اي والله والله شو اسمه منير. خلاص خذ رقم منير بكره. كم بكره وش الفائده بكره الحين؟ الحين ما الحين بنروح لهني. اعطيت شوفوا هو من الذكاء انك في المطبخ تعطيه رقم واحد طباخ من اخوياك طباخ. ما عندنا طباخ ولا واحده كذا طباخه عندنا عندنا هو اسمه دجاج قعدان يا ابو علي. ها والله اني بقول لك شيء قعده اعطيتك حاجه صغيره سوي دجاج بس خلنا قعده. القعود صعب صعب عليك والله. انهم قالوا لي كلام اليوم البارح بدل الحبوب الابيض خلنا في الحبدال بندل الحبوب الابيض وش ذي مثل مثل يوم السبت بذهاله تعقيب بعدين اقول لك ليش تعقيب. تعال طلب ولا مقادير ولا تطلبون انتم ولا ايش سالفه؟ والله اني لازم واحده منهم لازم. ايش اللي غيركم؟ ايش غيرك علينا؟ لا لا تبغى انت تطلب بدون ما تخصم 50 ريال اطلب مقاديره. تبغى مقادير ب 50 ريال تبغى اتصال 150 ريال. طيب دجاج مندي بالرز هو ولا ايش؟ دجاج مندي والله انا اسالك صدق ولا بالخبز؟ في ناس انا اكله بالخبز. ابو علي ابو علي ابو علي اسمع السؤال هذا. دجاج المندي انا انسان اكله بخبز. خبز؟ اي بكيفك انت تبغى انا اشيل دجاج. انت تبغى نبرز اطلب مقاديره كامله مقاديرك ان شاء الله صيف براحتك. انا شيء اطلب منك سوي لي. اعطني اياه اعطني انا بتطلب. لا لا خيار طماطم عادي انت كوبارات هاتي بعد عندك قلم 400 تقعد تستهبل على اللي يطلع روح السجن. يلا يلا طال طال والله بيقعد يستهبل براحتك هناك خلاص روح السجن. ابو علي سؤال بسيط انزل اطلب عادي الربيع نطبخ الحال هذا الحال بعدين نحطه ولا انتم تبون كبسه ملعب ولا كيف؟ هني غش لا 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 غش وحدك. سألني سؤال قلت له براحتك. سؤالكم سألني سؤال قلت له براحتك. انا ما جاوب احد. انا سؤالي في المطبخ انا براحتك حبيبي براحتك. قلم قلم انا اقيم. لا والله هذا حق البلديه ما وقع فيها الا شيء كان. تفضل اكتب ليه يدك فيها حنه انت؟ ها فيها حنه يدك؟ مغطيها بمريا الحق ربيان رز الرز ما يمين بالله. لا 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 شطر شطر رز لأنه ما يمين برز إلا واحد للدجاج ليه الربيانة عيني عينك. طيب شطر الرز ايش درك؟ شوف صحن الرز واحد نشوف مطلوب والله ما أعلم والله لدي لله أني ما شفت شيء منها. طيب أوكي لك ركز فيه. أنا دائما أقول أنا دائما أقول في المطبخ. طيب ذكرني ابدأ من شبة النار. بصل طمان ابدأ من شبة النار إلين تهبه هنا في الصحن تحضر في الصحن إلين تعطيه بعد ايش باقي شوف شيء. طيب بهارات بهارات هي كذا بهارات روبيان رز طماط بصل وش هذه ابو علي فلفل اخضر فلفل اخضر بهارات من بهارات خلاص ان شاء الله كذا كويس رز. طيب رز اي رز هذه خلاص كذا ان شاء الله. والله ان شاء الله والله يا ابو خلود انك ظالم. القرع ظالم القرع ظالم. تعال 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 يا خالد حبيبي. شوف انا في المطبخ انت ودي تركز شوي. خالد حامد المطبخ مقدم الفقره فقط لا غير. اللي يقيم الطبخات ابو علي، اللي يجيب الطبخات ابو علي، اللي يجيب المقادير خل المقادير خل اللي يسوي الاوراق اللي يختار الشريك من اللي يختار الشريك كلام اليوم. طيب ما تقدر تسب علي انا ما تقدر تقول لي شيء. اسبوع يحطون اسمي اسبوع يحطون راشد عشان ما نصير جميع. ايش رايك يا راشد؟ والله انا موافق الرجال هذا ما بيه بالمطبخ. انا ما ابيك معي ابدا البته. ما بقول الحين طبختك مو متحكم انت بس يمكن فوز اليوم يمكن انت انت اليومين حظك ما شاء الله تبارك الله حلو فان شاء الله بس اليومين ذي في شيء ولا اروح اسال بعض كذا كويس. ايش رايك ابو خلود؟ كوشه ايش رايك؟ ناخذ كوشه هذا اللي تبي. خلاص يا شباب انتم بندفن انتم اوه خلاص لا لا يلفلف عند الاغراض يشوف يقنص ان شاء الله رجل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. ابيان رز طماطه اي طماطه بصل فلفل اخضر فلفل اخضر ما احط بهارات ملح كوس فلفل اخضر اللي هو رومي يعني. استريح هذا انت اذا اذا ابو علي ابو علي ابو علي لا تقل في نفسك. لا ها باقي تبغون شيء يا شباب؟ لا خلاص شكرا والله يعطي النظر. خلاص اطلبوا اي شيء اطلبوا اي شيء ما واضح انه ناقص. تسمح لي شوي ابو علي اعطيك ورقتك تراجع. اي الله راجع راجع المراجعه شوف 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 في سر في سر ابو علي ما رد لك الورق الا في سر.
ما ادري انه ما رد هلا في سر بس وش ما دام ما رد لكم الا في يلا حي الشباب يا اخي خلني عنهم خلني عنكم هلا وسهلا للحين راح اليوم كامل بلا فايده ريح مخك انتم يا طلب المقادير طول طولها تطول الطبختين ذي ترى والله تطول يمكن يقدر عاصم تروح صلوا لسه ما خلصتوها والله بتطول لا تاخروا وانا اقول لكم نصيحه لوجه الله كل واحد يطلب مقاديره احسن لكم يلا عطنا مقاديرنا اطلع الشاشه لا 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 انا احس بان يعطينا اياها نوت انا بقول لكم 50 بقول لكم ما في يا اخي علمني سوق ايش اللي ناقصكم ايش اللي ناقصكم ما ادري والله سوي لازم يجيبون شيء طيب دجاج خضروات في شيء مره زين كيكه لا لازم يغمس شيء تتبيله لا البقص ما تعرف تتبيله لا لا مره طارق طبخ الربيان انا مشوي خلطه لا لا في خلطه ما ادري وش لا نشوف نشوف طيب نقليها افضل قال يا افضل انت وش خطر يعني نقلي الحاله ورز الحاله برشامه يحبك وعزك وعزك جمعت على وراك واختار فيها ها اختار مرقوق الرجال يقول هبله مرقوق موجود اغير لك مرقوق تتنازل عن 100 ريال لا والله ما تنازل اغير مرقوق تنازل عن 100 ريال من رصيدك لا والله لا تنازل الاغراض الحين كامله كامله غيرها حق المرقوق كامله الان احنا نتعب حبيبي تدري وش يعني اهل 100 تيب عن 100 خاصه خاصه واحد 150 ها يا حبيبي ما 160 هم 100 ما اخر السنه عن 100 يعني اذا لا وش ما طبخت ابدا امك اشغلني ذي الكيس الازرق وش هو مثلي ها حبيبي من يوم الكيس الازرق ذا 100 من غير الدرجات اللي تخسرها حق النظافة عندك عشير عدد 150 ممكن تنزل ممكن تفوز ممكن لا بهارات وملح توكلنا على الله لا اي مقاديركم توكلنا على الله ان شاء الله 100 نصيب ناخذ 150 من قال لك تفوز اذا تنزلت عن 100 مرقوق عليك مرقوق تعرف في شيء ما تبغى تسوي شيء يعني تدي كم يصير من 300 اوه اوه غلق المطبخ نطلع فاصل وراجعينكم اعزائي المشاهدين ونرجع لكم بعد الصلاه ان شاء الله هو صادق يلا يا شباب طيب طيب ايه طيب اقول لكم خالد من العباطه لا احدد خالد تنازل على 50 اخصم 50 طلع لكم مقادير اخصم 50 على كل واحد خلاص 100% ابشر بس عاد اخصم عليك 50 ليه؟ واطلع لك مقادير كلها اطلعها لك؟ لا 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 بس اطلع المقادير بس وتسوي اطلع لك مقادير بحذافيرها كامله لا 50 واجد والله 50 شو رايك؟ قل لا اله الا الله 20 لا 20 هنا هم اقسم بالله شباب معاكم بالضبط من الان دقيقتين دقيقتين من الان يلا دقيقتين من الان تبطل طماط اعزائي المشاهدين قال لا اليوم مطبخنا باذن الله تفاعلكم على هاشتاج زد رصيدك 24 ارسلوا تغريداتكم، ارسلوا اسئلتكم، ارسلوا استفساراتكم اي شيء في الهاشتاج فوائد تقراها الشباب حاجات يستفيدوا منها ونستفيد منها ويستفيد منها المشاهد ويستفيد منها ال ها ما احنا طالبين هذه هات يلا هات بسم الله يلا هات ارجع لك يقول بن دافنا مسوي فاهم اللهم زينها بعين ابو علي يقولون هنا في الهاشتاج يقولون هنا في الهاشتاج يا صالح انتم باقي لكم ناقص قول والله طيب صالح لا راشد وباقي ناقص يلا يعني كلنا ناقص لا لا ما هي ايش فيك انت ما اخذ دوره الشباب نبي المطبخ اليوم فله وناس وضحك وشيلات هم يقولون ولا عافيك قول للشباب نبي المطبخ اليوم فله وشيلات ونش كلنا شغل فيديو ذا وش قلب لصالح ما شاء الله عليه جمهوره مزعجني يوم ايام مرحبا من ايام مرحبا من ايام اسمه زد فرصتك وجمهور صالح بالشني كل شوي اشوف الخاص ولا حد بيسلم علي صالح وين ليش تغل عن صالح انا الله يبلش الله يبلش صالح صالح خل صالح يصور اشتغل عندكم انا وين هو بلوك ما اسوي بلوكني لا ما اسوي والله اني ما اسوي لا والله والله قلبي طيب ترى ها يسبوني يغلطون علي عادي طلبتوا كل شيء لا الله لا الله مقشر وكل شيء تمام زين الناس يلا شباب صالح المفروض انه ما يجي مقشر لكن قشروا لكم زبطوا لكم شيل حد هذا ما في شيء ناقص الشيف دائما يجيك شيء مضبط ومقشر انت طلبت ذا
والله كنت احسبها لعبه. والله طلعت حقيقي. كل نير الناس بعد طاب. ما لها دخل هذه. ما لها دخل. ما لها دخل. اسمع. الله يهديك حد. انت عارف وزنيه الزيت بالكبسه؟ يقولون لكم الشباب هنا. اي صح. يا خالد يقول ايش قصه الربيان معك؟ اسكت. يا خالد. هلا. ايش قصه الربيان معك؟ والله ما ادري بيننا علاقه حب. بينكم علاقه. وقصه غرام. انت والربيان تحب الربيان يا خالد ولا لا؟ والله اني كنت احبه. انا موت فيه. فهمت يا ابو خلود؟ ايه لا كنت احبه. مطبخ ايش؟ كنت احبه. تغير الحال في المطبخ؟ والله تغير الحال في المطبخ. طيب الحين دقيقه دقيقه. نبي قدر. نبي قدر. يا ولد وش قدر؟ ايش قاعد تسوي انت؟ شنك وش فيك؟ تشوف خالد خليني اعلمك. شوف ايش سوى. ليش؟ اقعد يا ابن دبنا اقعد. هذا وش ما رحت طالبين انت وهذا يعني؟ نزل نزل شغل الكاشه. هذا اللي بيساعد وما يحصل خير. يا الله اعمل خير. شغل النار يا شباب. شغل النار. شغل النار يا شباب. شكله وياك قاعد على اللي يقول قرالي خلهم يشتغلوا. يقول طبعا طلباتكم باذن الله دقائق ان شاء الله، والطلبات بتكون عند الشباب وهم اللي يجاوبون عليها، هم اللي راح باذن الله يشعلون المطبخ. لان عندهم الشيء الجديد والحاجات المفيده. لا والله ما عندنا جديد. انا اتحاكى عند الشباب اللي عندهم حاجات مفيده وحاجات. الله قلت تنزل. الله صديق. صالح حمل المويه خلي على الله. طالب اللي يضرب المايك بدأ عشان ما ندري وش يقول. تطبخ تطبخ حط عليه المهارات كلها. عند هنا وجهك تفضل. ها يا شباب ايش طلبتوا؟ طلبتوا نفس الطلبات؟ زودتوا عليها شيء؟ لا ما زودنا شيء. ما زودتوا شيء؟ نفس اللي طلب. غششكم بعد حاجات زياده. خلود لا هذا طالبينه. تبين احنا فلفل و يعني ابو علي ما قصر زودكم هنا. انت ما عارف شو اسمه. اشوف انت ايش هذا يا ابن دفنه؟ هذا معروف ما تعرفه. شو اسمه؟ برتقال مفتت. ياهو شغال زي اللوز. وهذا شو؟ هذا طال عمرك طمام مجمد. ها؟ طمام مجمد. ايش؟ طمام مجمد يعني طماطم. وهذا؟ هذا طال عمرك على ما اظن بزار ما ادري وش. بزار صح. صح؟ يعني بهارات ترى. ايه هذا شو يا هذا طال عمرك شو يسمونه؟ حقة المندي بس ايش اسمها؟ الظاهر انها نفس الكركم وكذا. زين الدجاج ليش ما قطعتها؟ الدجاج ليش ما قطعتها؟ انت طلبت ايش كذا؟ ها؟ هذه طلبناها، احنا طلبنا هذه بالاسم. انا طلبنا جميع البهارات. والله ابو علي كويس والله كويس. والله يا ابو علي يعني تطلب طلبات يزيدك على الطلبات. اللهم احفظنا ابو علي. اللهم احفظه. لا اله الا الله. هي ابو زبي ابو زبي والله اني بغيت. اي انا فداك انا فداك. اي فكني منك. هذا رز حقك انت. تاقلمت في القريه ولا لسه يا راشد؟ اي اللهم لك الحمد. تاقلم لدرجه ما ادري كيف اتصرف. هذه مباراتكم بعدين. والله اتكلم جد والله بدون مبالغه. ايوه النش يعني لدرجه ما ادري كيف افارقهم بعدين يعني لو لا قدر الله طلعت ابراهيم ولا. طيب كيف رصيدك؟ لا تضحك. جرحتني حيل. رصيدي 400. 400؟ كذا ساده؟ لا 400 وعليها كسور يعني اقل من 500. والله انك بكيتني. طيب اسالكم سؤال يا شباب. عبد الله. يا عرب انا اذكر اللي البرايم الاول، اول واحد كان عنده برايم اللي دخلوا البرايمات. انتم المفروض انكم تسجلون 700. هذا انت قلته هم. انا ان شاء الله. شكرا يا ابو خالد. انا ان شاء الله ما قد دخلت شيء لخسرت. شكرا. ايش السالفه؟ ايش السالفه انت؟ وشو انا حظي ترى مو ذاك الزود، لكن الحمد لله بدات تفتح الابواب بوجهي باذن الله. كم قريب من هذا؟ كم؟ والله اني ما ادري بالضبط. ما تدري بالضبط؟ بالضبط ما ادري، لكن ان شاء الله انه 500 شوي. 500 شوي. يا ابن دفنة حبيبي كم رصيدك؟ والله ما ادري بس عليه خصومات وايد. هذا اللي متاكد منه. اما الرصيد حول 1300، حول 1400، حول 1500، حول مالك شاطر، لكن الخصومات ما شاء الله. كيف جوا 1500 و1400؟ هذا داخل مع 1000. حظكم شيء في المسابقات؟ داخل مع 1000. اي والله انا بالمطبخ ما قد فزت مسابقة رصيدك. اول مسابقة دخلت فيها خصم 100 ومدري كم. اقول شيء يا ابو خلود. لكن الحمد لله عليك. مسابقة رصيدك. متفائل باذن الله. الاسئلة اللي تجي معرفة، الاسئلة تجي غير عارف. تحسبنا نفسك رايك؟ نفس طريقتي في البرايم الاخير. نفسك انت؟
برايم الاخير كل الاجوبه اللي مع الشباب اعرفها، الا الجواب اللي عندي ما ادري كيف يجي، كيف ما ادري. والله ذكائك ما له دخل، تحس مستقصدينك ابو خليل، تحل الجواب ذاك ما تحل جوابك. والله انها كانت تصير، كيف ما ادري. والله انك شمقمق خالد. عيوني ما معنى شمقمق؟ دقيقه، هل انت شمقمق؟ لا الشمقمق هذه لا لا تروح تبحث، لا 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 تبحث، انا بغيت قديم ذي، بغيت ابحث لكم اني في حاجه عرفتوا. اسمع ايش معنى شمقمق؟ كتب شمقمق ابو علي، ايش معنى شمقمق؟ دور روحك. طيب والله جد جد، هل انت رجل شمقمق؟ صالح انك شمقمق يا صالح، انك شمقمق يا صالح ابو شمقمق. ها تعال يا حبيبي، تعال هنا الحين. اول شيء انت بغيت تسوي مبادره وتخلي مفلح معك في المطبخ. لا مو بنا اشتغل كلام اليوم قاله، اشتغل اشتغل زي ما اشتغل مفلح وبندفنا على كيفه. وقف على كيفه. لا مو على كيفه، اجل هذا قرعه وجت كذا حظ. قالوا له خل بندفنه، خل بندفنه يقعد ومفلح يجيب ذلك. قل والله وبعدين غيروا رايه. دي عشانه والله عشانه ما طلع في القرعه. شفت ان كلام الليل انهم مفسدين يفسدون صالح عليه. طيب اول فائده منه جاب العيد. ايش جاء من عيد؟ بعدين تعرف اذا جت درجه. تعرف ايش معنى شمقمق؟ يا هو ايش بك انت، كانها حق الذا والله الكلمة حقت اللي تدري ايش معنى شمقمق؟ قدامنا فيها في القرية. ها شمقمق يعني طويل القامة. اها فاذا قالوا لك انت رجال شمقمق بعدها عليك قلهم. يعني طويل الجسم ونحيل القامة. ايه شفت اني اعرف. ايه ما شاء الله عليك، ماخذينها من كتاب الدكتور غازي الشراري يسوي على راسي انت وياه. لا والله شايفينها من سابقة تدرس سيدك البارح. يقول لك تذكروا يا شباب ان البرايم جاي. طيب هم في المطبخ ما يحتاج ضغطوا نفسيتنا بالبرايم هذا. ابو الرش يقول لك نشد لنا. ليش نشد لنا؟ انت تعود من الشيطان، تقول عذب من الشيطان، قول عذب من الشيطان. العكس يا ابو صدقني، هذا صدقني هذا من عداء بدايه. كيف؟ هذا ما هو من جمهور بدايه، ما هو من لانه لو من جمهور بدايه ما يقول ابو رش نشدنا عشان يخرب القناه ويخرب. طيب بسالك سؤال، اسال ولا تهش حبيبي، ساعدهم هم الزعيم. لا كيف؟ اي زعيم؟ زعيم الحاره. اي زعيم حاره؟ ها ايش السالفه؟ علمنا السالفه. اي هذه حقت العيد. ايش هي؟ هذا زمان طال عمرك كنا انا وواحد من خويانا ولاد عمي من بري عمي ما هو بعيد، بخيت بن حليم الله يذكره بالخير. كنا نتمشى في مراهقين عمرنا 17، كنا نتمشى في المنطقه الساعه 3 وشفنا سياره تحوم. فهمت؟ قلت له ايش رايك ما نوقفها يكون واحد ندقه ولا نتمسخر عليه ولا نهزئه؟ قال لي وش تبغي؟ وانت كبير من ذاك اليوم؟ صغير عمرنا 17 15 يعني اكبر واحد فيه مقصود. ايه والسياره تمشي شوي شوي وانا جيت واحط ريلي على السياره كي وقف. يوم وقف تحت دخلت راسي من الدريش انهم اربعه راكبين قدام وواحد يسوق وثمانيه وراء راكبين فوق بعض. هذه والله الوهقه وكلهم رايحين في عينها. لا ايش اللي فات؟ حظ الشيء. اي والله الورطه. الله يحفظ الشيء. انا انصدمت انسعقت. قول دور بكم طالعني كي قال. وانت باقي 200 ذاك اليوم ولا نحفت؟ انا الجلوطت طالعني كي قال خير. قلت له لا والله بسلم عليكم. قال شو؟ قلت له بسلم عليكم. قال توقف بهذه الطريقه؟ قلت له لا والله كنت بضرب بكم وغيرت رايي. يحسبوني اتمسخر ضحكوا. يوم ضحكوا قال لهم حياكم الله. شوي قال لي وقف شو انطلق صاروخ. ما انفرشت؟ لا لا شردت شرد راس المرجله. طيب بس. طيب يا عبد الله مسكوا ولد عمي ضربوه. كلها من كنت. لا لا ما ضربوه والله شردنا انا وياه. طيب اسالك سؤال، يعني انت تبغى تقول الحين انك كنت زعيم الحاره زمان وانت صغير؟ لا والله ماني زعيم. ماني زعيم نعم هذا ما كنت دراي مشاكل من عادي صغير بريء كذي براء شوف القمازه حتى من يوم كنت متين. ايش قصدك؟ ايش قصدك يعني تخرب سمعتي اني متين؟ يوم كان عمرك 17 والله كنت ضعيف تدري؟ والله ما طب ضعيف والله انا كنت متين كان كنت ما فرق بينك انت البرا ذاك لو انك الحين موجود بنفس جسمك. لا لا اوريك شوف معلوماتك مضروبه اوري الناس يشوفون. ها يشوفون وش؟ يشوفونك انت دب. انا شوف
اوريهم الناس خلينا نشوف خلي الناس يشوفون لا لا انتبه ليه انتبه ليه والله ما تحفظ سد والله العظيم فضيحه ليه 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 هذا جزايا اني اعطيك معلوماتي طيب حبيبي خالد يقول نشد لنا انا واخي ايش انا واخي انا واخي اسمع اسمع ايوه ايوه سبيكر بالله اسمع انا واخي اسم متحركه صح ها بسوي متحركة أنا وأخي يلا 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 إيه زمان كنا يلا شيكو شيكو في سبايس تون قناة شباب المستقبل أوس ضواد العين أوس صار يقولها غلط علمنا علمنا ذا علمنا علمنا أنا وأخي لا 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 يدفعني لأراها لا اللي جبت أنت لا ذكرى لا 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 أنت برد الراشد الراشد علمنا علمنا ها أنا وأخي؟ إيه قولها قولها شوقا يدفعني؟ لا 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 أجيبها من البداية أنا وأخي ترك ترى مرة ملخبط مرة ملخبط أنت ما هي بعدنان ولي صح صح أنا قلبت على اللحن الثاني أنا وأخي صح صح عدنان ولينا صح يقول قول خالد صالح يسوي لنا فقرة زواج في عادات تقاليد من نجران يسوي؟ عادات وتقاليد نجران في زواج وكل يوم يشوفونها كل يوم احنا متزوجين هنا والله كل يوم تعب والله لا يقصدون يعني على تاريخ زد رصيدك لا يقصدون يعني سوار سوار كفكرة زامل دخول زامل وكذا عيوني حط هيل مع الدجاج ليش هي قهوة هي قهوة اسكت اها صالح صالح ضروري تعلمنا من اللي وظفت في البلدية علمك انت؟ ايه وظفت يا طويل العمر منيف منيف؟ و منيف كايش؟ كضيافه ضيافه خالد المحيمي الضيافه انا وظفت لقى الرصيد ايوه وفارس البشيري فارس البشيري مهندس نظافه مهندس نظافه وجاكي مهندس نظافه جاكي مهندس نظافه ووائل الخواجي خادم مسجد وائل خواجي خالد الاسبوع ذا بيشوفون شيء باذن الله ما قد مر على زد رصيدك يعني شيء جميل من اللي اعلن امس عن البلديه؟ سامي الجعون سامي في المسابقه الله طيب سؤال لكم جميعا ها في مدرس ما تنسى في حياتك وصار لك معه موقف سواء شين زين والله انا اكثر من مدرس حقيقه نبغى واحد باقي في المخ باقي تذكر والله إيه كثير باقي بالمخ لكن ابرز واحد هو اللي كان شجعني يقول باذن الله يا راشد انك تطلع دكتور يلا هذا طماط اوكي إيه؟ مدرس سعود السعود الله يطول بعمره ويذكره بالخير اها سعود السعود نعم سعود السعود كان يدرس كيش يدرسني علوم اي ثالث متوسط دائم ودرس اخوي فيصل ودرس اخوي عبد الله والحين درس اخوي عزوز سبحان الله دائم مدرسين العلوم يا عرب يجونك ما شاء الله تبارك الله ايش فيهم من التحافة وايش فيهم من التحافة يعني انهم كويسين ومضبوطين ويجي فيهم يا اخي نظرة للمستقبل نظرة خاصة مدرسين الاحياء هذو مدرسين الاحياء ما شاء الله تبارك الله يجونك عندهم نظرة في المستقبل يعرف من اللي كويس ومن اللي بيطلع دكتور واللي ما يطلع دكتور واللي بيطلع طيار واللي يطلع مثل بن دفنة بن دفنة ايش انت موظف فيه بن دفنة ايش موظف فيه ها بالله خالد تعال تعال انت موظف متوظف ايه وين لا لا ما انت متوظف لا طيب يا حبيبي يلا اعطهم العافيه مدرس في بالك ما قد راح سالفه من راسك تذكره في موقف شيء زين سبحان الله كل شيء نفسك كل شيء كله راحت فكر في نفس هذا كل شيء هذا كله راحت ما عنده يا اخي ما عنده يا اله الا الله ذاكرته تمسح مع الصبح اذا نام وقام ما سحت الذاكره والله اني اتذكر كثير دخلوا في مخي كثير فهمت واحد واحد حسيت انه معه موقف كذا زين او شين ابو علي ذي حاره ولا بارده الصفره صفرتي بارده بارده والحمره برضه بارد بارد فعلا حمره بارده نعم ليه هذه بارده صرت مره حلوه ترى طيب ابو علي حبيبي سعد فيه كم واحد بكتب لك اياهم على السريع هذا واقف ها اي واحد يا طويل العمر ايام الابتدائيه اسمه داود داود حماد المهم انه اردني كان يا طويل العمر لا منك اخطيت في شيء يرفعك منه مع زلوفك هذه حقتي والله العظيم انه يرفعك فوق بذي
يا اخي ايش دي الحركه الشينه زمان؟ ابشرك انه شمقمق بعد طويل. ايش دي الحركه الشينه؟ شوف انا ترى ما خلاني اصلع ولا مني لهم. طيب رحنا نحلق ذي صار شوف خلى ذني كذا لا من كثر ما يرفع. ذكرت استاذ ذكر استاذ التاريخ. اني كنت محب للتاريخ فهمت؟ ما شاء الله باين عليك. وذكر استاذ التاريخ خليه نص ساعة. كان بعد شمغمغ وطويل وضعيف وهدب وعنده تعرف الهوز حتى مش عصا هوز هوز تعرف حقة يضربنا بها. وذكر تكلم عن قصة طارق بن زياد قال ما رأيكم في قصة طارق بن زياد عندما حرق السفن؟ جيت قلت ايش انت؟ قلت له وش راينا؟ احنا ما لنا احنا اللي نقيم طارق بن زياد. قال لا يحق لك انك تقيم طارق بن زياد. قلت له لا والله ما يحق لي. قاعد في صف وماسك هوز خلاص تحقق يحق لك؟ قال انا ارى قال انا ارى انه تصرف وتجرى شوي. قال انا ارى انه تصرف رحم الله طارق بن زياد ذكر انهم لعوزوه المدرسه علشان هذه. قال له انا ارى قال هو انا ارى انه تصرف غبي من طارق بن زياد. قلت له والله ما غبي الا انت. تقول على طارق بن زياد ويمسكني ويجلدني جلد ويجلدني جلد ويوديني للمدير. المدير مطوع الله يجزاه خير. قال كيف تتجرى على الاستاذ؟ قلت له تدري وش سوى؟ قال قلت له تجرى على طارق بن زياد الفاتح العظيم تجرى عليه. قال وش قال؟ قلت له قال غبي. قال غبي على طريق. قلت له نعم. قال كيف انت تعلم وتبغي العالم يحترمونك وانت ما احترمت فاتح مثل طارق بن زياد؟ الاستاذ توهق. قال انا ما قلت والله كذاب. قلت له كذاب ودي للطلاب، الطلاب كلهم اصدقائي كلهم شهدوا حتى اللي ما سمع شهد. والله انا مدرس مساكين مبلين العيال يلبس العمه اذا جا البيت ينزلها قراطيس كراتين موجوده الطويله مره يطول مره يطول العمر جاء لا وفي واحد ثاني مصري هذا مبهذلينه ما يحتاج اسمه طيب. في واحد ثاني يطول العمر مصري جاء يوم من الايام والعيال ما لهم خلق يداومون ايش سووا؟ قاموا صفوا طاولات خلوا طاوله اخيره وربطوا فيها حبل ونزلوا من تحت الباب سكروا الباب وهم كلهم برا والفصل فيه الطاولات مرصوصه وجروا الطاوله هذه وش صار؟ قفل الباب سكرت كلها ويجي العيال يقول يا استاذ الباب مسكر ويجيك يدق 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 الباب ما حد فتح. قالوا من اللي موجود داخل؟ قالوا سعيد. سعيد الولد ذا غايب له يومين مريض ويجيك يا ولد يا سعيد ويدق الباب ربع ساعه ويدق الباب. المهم جاء يوم من الايام دخل الرجال وش سووا؟ خذوا درام زباله فضوه حطوه فوق الباب. الباب مفتوح ربع اول ما دخل في راسه. انواع البهذله من اول بهذا غريبة يا أخي. يا أخي أنا أحس إني كان عندنا اثنين توام ما عشنا الأيام هذه يا أخي. كنا ننفرش فرش في حياتي. كان عندنا اثنين توام عرفت كل واحد في فصل واحد معنا صغير ولدي أقول لك صغير مرة جسمه ولقد المدرس بيدخل قام واحد من العيال طال عمرك فتح الدريشة وطمره برا راح من ورا المدرس داخل قال متأخر اطلع برا كل يوم على الحالة. استغفر الله العظيم. اخواني اللي اكبر مني توام نسخه واحده. اخوانك؟ والله لا ما جبتهم يشاركون. نسخه واحده ما جبتهم يشاركون في البرنامج. نسخه لا ناس نسخه واحده تخيل. ناس ايش؟ انت ناس ايش؟ ها؟ ناس كبار يعني احنا ما بزر اهل جينا. ايوه صح؟ لا كبار في السن. طيب احنا ما بزر يعني. لا يا ريال فهم يعني عندهم عيال وعندهم يعني. طيب انا عندي عيال طيب قول والله. زين والله اقول لك وكانوا في صف واحد يداوم في صف كلهم نفس السنه بس كل واحد في صف ما هم في صف واحد فهمت؟ نفس السنه بس ما هم في صف واحد يعني فهمت الفصل هذا وفصل هذا لكن نفس السنه فهمت؟ وكان واحد منهم راعي مشاكل وواحد هادي فهمت؟ راعي المشاكل يوم اللي الاستاذ يعصب عليه ويطرده وش يسوي؟ يروح له صف اخوه وياخذ قطره اخوه يبدل القطره ويجي ويجي الاستاذ يقول له اخوي استعذر منك وانه حزين هناك ومكتئب يصدق الاستاذ يقول خلاص خليه يجي ليش ما هو محترم نفسك؟ لانه يعرف يدرس ذاك الصف يقول له ان شاء الله انه يروح ويروح يرد القطره ويرد الباس قطرته ويدخل. عايش على هذه الحياه. يا اخي احس التوأم في حياتهم الاثنين يا اخي يقدرون يسوون حاجه. اي والله حتى لو انسجن يقدر يطلع من السجن ويرد. يا اخي واحد من اقاربنا اثنين اخوان توام واحد اسمه عبد الله واحد اسمه عبد الرحمن
عرفت؟ الاثنين هذولا سبحان الله نفس الوجه، مو يعني مو زي عبد العزيز وعبد الرحمن فيهم حبة خال ووجه واحد متين شوية واحد نحيف، لا ذولا نفس الوجه نسخة واحدة، نسخة واحدة هذا يكونون فيهم مشيم واحد، عرفت؟ عندي معلومات بس اني ما اريد اظهر عليه الحين. ظهره بعد البرايم قعدت في المطار. ايش تسوي؟ ايش تسوي؟ لا تلعب النعمة. ما لعب يا ابو. لا والله ما يعرف يقص. كمل. اقول لك في العزايم يا اخي يسوون فيه يسوون حركات مع الجماعه غير طبيعيه. يجي يقول له واحد بالله جيب لي من جوا، عرفت؟ يرسل يجيب حاجه. عليكم السلام ورحمه الله. ارحبوا. طبعا فيه واحد منهم لابس ثوب ابيض، واحد منهم لابس ثوب بني. ارحب ارحب. فيجيك يقوم هذاك يطلع برا ويزم اخوه ويبدل ثوبه ويلبسه ويخش عندنا. فيقول له فين اللي قلت لك؟ قال ما قلت لي شيء. قال يا اخي مرسلك بشكل، والله انك ما قلت لي شيء. قال والله اني قلت لك. انجلط. يعرف ان وقتها انهم بدلوا. هذول اللي انسجنوا حظهم من السماء. قال ليش؟ واحد يوم وقت الزيارة يبدلون الثياب ويدخلوا. طيب ويعيش والله العظيم. تقضي 10 سنوات في يومين. لا ما عشان ما افسد التوام المجرمين. يقول لك خالد تقول للشباب العادي يضربون المايك بيديهم ويشوس الصوت. بالعمد قال لهم. قال كذا انا تفرق. لازم تخصم عليهم يا سامي. صالة تدري امس صالح لا مش صالح. تدري امس كنت بتكلم واحد وما اريد احد يسمع. تدري وش قلت؟ وعلي فين الكرسي اللي قلته؟ طالع كرسي يا رجال ذي مكسور. طالع اريد اشوش، اريد اضرب ميكروفونهم ميكروفوني بالغلطه. والله العظيم ادري فين يصل واضرب اذنه. يقول لي ايش فيك؟ اقول له شو ما يسمعون. خالد قل انشدنا انا ويحيى مدري انا واخي. انا واخي دخيل. انا بلش شله عاد. يلا اوكي يا صالح حبيبي. صالح ينادونك تناديك. انا اديك اص. لا اسمع نفسك. انت ما تسمع. ليش موظفي البلديه مكررين؟ ما هم مكررين، في ناس ما هم مكررين. جيكي ما هم مكرر. الباقيين طال عمرك رصيدتهم اقل من 500. لا على اساس يعني وائل رصيده نازل. لا وائل مو بنازل، وائل يمكن 900 وعليه خصومات كثير بسبب البلديه وما رضى يخصمها منا. في خصومات جاته بسبه البلديه وحنا يوم كنا موظفين. وقف وقف، ايش الخصومات اللي صارت في البلديه؟ جاه 150 ريال خصم. على ايش؟ عشان في ناس خلوا علبهم هنا وجت في راسه. فهو المفروض انه يخصمها منا من كل واحد 20 ريال. وخلص ال 150 حقته، قام خصمها من رصيده هالشخص. عرفت؟ وافي والله صالح وافي. وغير كذا يعني انا وظفت 4 اقل رصيد، وائل رصيده قليل، وفي نفس الوقت ابغاه يخدمني معي في البلديه، لان في مواضيع معينه لازم هو يكون فيها. المواضيع هذه اذا شافوها ان شاء الله بيعرفون انا ليه وظفت وائل. حلو. اشياء بتعجبه. يا حلو، طيب بسالك سؤال. يقولون ناس كثير صالح اوعدنا الى الان ما وفى بوعده. ايش وعدي؟ وعدت احد انت قريب؟ الكرك. ايه وعدتهم؟ ايه. ايش اسم الكرك؟ متى؟ بس شوف اذا كذا ما نسوي مشروع اذا علمته. يختارون يا يبغون يسوي لهم مشروع كرك او ان انا اعلمهم، يختارون ويختاروا. اوكي. بس لازم نشوفها على نسبة التصويت. طيب اي والله، ليش ما تهب لنا كرك لليوم؟ اسوي كرك عادي. حبيبي، شوف هي باقي بيبطي هذا. طيب محمد فلذلك اخدمه. اسمح لي ابو علي سم روح مندي نسوي كرك. يمدي نسوي كرك. كنا لك يا ابو محمد. الله يسعدك. بس نتكلم عن الوقت. خذ راحتك. ابو محمد. ها حبيبي. بطلب طلب. سلمت. طلب بسيط. ايوه. وراد. ورادي. شوف طبختي امس خلك انت شفتها. اللهم العصيد. ليه عصيد؟ ليه؟ عصدتها والله. عصدتها كيف اتحداك؟ مسودة والله. زود فيها ماء. مو زيادة. زود فيها ماء. والله. والله الذي لا لهم فيها طعم في حياتي. انا والله مسودة. مسودة صح؟ وبعدين في ناس ارسلوا لك مندي قالوا له انت اللي ابو علي اللي معك. شفته؟ امس علمتهم بتويتر بحسابك يا ابو عشان يزعجونك. اي جاني. يعني قال اخيرا حساب ابو علي من دون لا حول ولا قوه. طيب يا حبيبي بمدافن الزهري ليش ما يبدون طبخ؟ وش قاعدين نسوي؟ احنا شو نسوي يعني؟
مخدم قهوة؟ لا لا ما هو باستصغار في الطبخة ولا شيء، هي الطبخة سهلة صح؟ لا والله ما سهلة. ما سهلة لكن هم قاعد يصححون لنا خطوات. أشوف خطوة واحدة بس الغلطة فيها خطوات، الخطوة الثانية اللي بعدها أقوى منها، هي الأقوى بعد هذه. أها أقوى يعني خطوة اللي بعد ما يعني لسه ما سوى شيء ولا شيء. لا 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 يا لا 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 وزقت أبواب الحرم وانسرق منا الله يا من شيرك ما السحاب يا من عمر مكة وذيك الرحاب افتح لنا يا ربنا خير باب ونسير فينا جنبي والصحابة ما نتبع للبوس والمظلمة يا لا 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 ما نتبع للبوس والمظلمة بعدين طيب أعطنا لا يعلم صالح يقول لا تعلم بالطريقة خلها في مشروعك وفي ناس يقولوا لا نبي يسوي هذا ما هو لازم مشروع إيش هذا؟ طيب ايش رايكم ايش رايكم انتم يا ذول اللي قاعد تطبخون دامكم باقي في مراحل هذا النضوج النضوج بالله كيف الريح الله اوه سلم وجهي هذا الدجاج بس ها الخير مقبل الدجاج يعني باقي زين باقي الشغل مضغوط الحاجات الزينه هذا فاير خذ من حقه فاير الشباب هنا اهو 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 الله 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 انا اشوفه هذا الكلام خلاص انا مليت من السجن اخلعك صح والله مش صغيره يقول لك فوائد ايش اسمه لا لعبني لا خاب السعده راشد الله يلبيك يا اخي هذا شكرا يا سيد الناس شكرا شكرا يا حبيبي شكرا يا شيخ شوي هات الملح يا شيخ يا شيخ سلمت يعني في ذا الوجه الى نجيب صالح واحلى فنجان الكرك حقه بجيب الكرك يا صالح ايوه طبعا فيك الضغط راشد جاي مدري شو وشو ذي شاي اخضر هذا شاهي صين شاهي اخضر صيني طلبيه من الصين شاهي اخضر صيني طلبيه من الصين الله الله مقطع اللي عندك جاهز يا حبيبي محتاج والله انا مسوي اني بقطعها اكثر لكن يلا شاي حمار ابو علي خذ الشاي الحمار علي خلي الرجال يتحكى عن هذا الشاي هذا يا طويل العمر شفاه هذه الورقه تتكلم عن الشاي باختصار يقول لك تشرب طيب هذا اليمين ولا يسار انت يا صالح اذا قال حرك يدك على اليمين كذا صح ايوه طيب تقول ايش يا حبيبي ايش اقول هذا شاهي اخضر صيني شاهي ابو رش اسمه اسمه شاي ابو رش اي الله الله له فوائد كثيره اختصرها بيساعد فقدان الوزن تخلص من السمنه يستخدم كمرخي اعصاب ومقاوم للاكتئاب يساعد من يساعد في حالات ارتفاع ضغط الدم يعزز ويقوي مناعه الجسم يقاوم تسوس الاسنان يخفض مستوى الكوليسترول يحمي خلايا الدماغ من الموت يقي من اشعه الشمس الضاره عند استخدامه موضعيا عندك يقاوم امراض البشره يقي من بعض انواع السرطان لا لا ما يوكل يا ابو ما يوكل يحط مع مويه وتشرب زين سوينا الحين ابشر بس سعد والله ابشر بس ايش اسوي بهذه انا لا لا عقها عقها طلعها ولا توكل على الله طيب اوكي روح ايه بالقهوه ولا بدون اللي تبي صبر صبر يساعد مرضى مرضى السكري لخفض نسبه السكر خلاص خلاص هو بيسوي ابى اضبط اضبط لك اضبط لك لا ماشي وشو شيء الناضج عنده بغلايه تكفى جبها وين الناضج عندهم غلاية؟ ايه عندهم غلاية. إذا هنا في فيش سمحوا لي؟ تفضل. طيب أسألك سؤال يا حبيبي. لبيه. فيه مليون ألف نوع من الشاهي الصيني. نعم. وفيه الزين والشين. نعم هذا أنا مجربه. يعني مثلا أنا لو رحت محل العطار وقلت له أعطني شاهي أخضر صيني بيعطيني نفس هذا صح؟
لا فرق انواع الشاي الاخضر. ايش الفرق؟ اي نبغى نشوف فرق. هذا انا متعامل مع شخص يجيب لي من الصين وهذا انا الصين. وهذا اي اوكي بس هي على حسب الزراعه. هذا شاي اخضر فاخر. شوف هذه ترى طيب ترى طيب. هذه ورقه كامله اذا حطيت عليها مويه تنفتح ورقه شاي. طيب بس اقصى حبيبي لبين. في شركات كثيره الشاي الاخضر نفس الفكره ونفس الطريقه ونفس هذا بس شاي ابو رش غير. لا في يعني في ميزه في الشيء يعني تخليك يعني شوف انا عن نفسي انا ما اسوي شاي اخضر لحالك كذا لازم ادخل عليه حبق يا نعناع يا ليمون اضبط الاوضاع. سكر ولا بدون تحط؟ لا انا عن نفسي اشرب بدون سكر. سلي ابي مع سكر اشرب بس هو افضل شيء بدون سكر. طيب هو حالات الشاي بدون ابي خنكت سمعتها بحياتي امس الفوزان وعبد المجيد الفوزان وفارس يلكتون على شرايح الليمون اللي حطها. امس سوى شرايح ليمون مع اسموش مع هذا الشاهي وقال لهم نحن شرايح ليمون ياخذون الا انا شرايح نكته بايخه فهمت ما بس الحمد لله مرت على السلامه بسلام من مو صايب الا فارس عبد المجيد الفوزان وفارس ليه اي والله ليه بالغوا ها بالغوا جدا تدري ليش عبد المجيد عبد المجيد قبل يومين يا مصري قال له من الاعداد الظاهر انه خصم علينا انا وعبد المجيد قال له الهواء فين كم الهواء فين قال له الهواء موجود خلاص الهواء موجود يا المصري مر عليه قال الهين فيه هواء هنا قلت له ازاي عايشين بقى كيف قلت له عايشين طالعنا المصري قال كلكم عباطة وروح اقول لك من مخصم علينا من الظاهر يا حبيبي سلمت اقول لك مقال سالم ف شيء فخار تجيبه انت من ايوه هذا انا من الشخص اللي سنه متعامل مع الرجال وان شاء الله باذن الله يطلع وزنك متين كنت من قديم ايه كنت دب يعني كان وزنك كثير يعني كم يعني على مراحل تبي مر يعني اقصى شيء وصلت لها يعني هو اللي سبب في هو من ضمن الاسباب ما اقول لك مو الواحد ينشدح وياكل الليل نهار ويشرب شاي اخضر يقول انا ما لحقت لا بس هو يساعد بس له فوائد كثيره غير السؤال في ناس كثير 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 يقولون الشاي الاخضر يساعد على عمليه الهضم او حرق الدهون وحرق هذا مش صيني شاي اخضر صيني لا بس الاخضر العادي ذي اللي لا الاخضر العادي ذا عرفت لما وش سؤالك يقول يعني مثلا في ناس يقولون الشاي الاخضر المعروف عنه انه يقلل في الدهون في الجسم اوكي ويعمل او يساعد على يعني المعده شوف انا اقول لك الشاي هذا بدون مبالغة أحيانا لما أكون وسط لاني جوعان ولا شبعان لما أشرب كوب بدون مبالغة من قوة التهضيم أجوع حلو ثاني حاجة هو يسرع عملية الأيض لأن احتواء على مادة الكافيين تسرع عملية الأيض اللي هي عملية حرق المواد الغذائية بالجسم سواء الدهون المخزنة أو السكر أو فهمت فهذا أساسا لو شلنا فائدة حرق الدهون باقي الفوائد مرة ممتازة حتى مو مفيد للنساء يقي من أمراض من سرطان الثدي لانه يحتوي على مواد مضاده للاكسده له دخل هو في الاكسده ايه ايش له هو يحتوي على مواد مضاده للاكسده ايش هي فيقي من امراض السرطان والشيخوخه المبكره والشيخوخه المبكره وسرطان الثدي طيب هذاك خوينا ذاك ابو احمر يا اخي نحبه يا اخي هو انا ما اقول لك لا اقطع ذا اشرب هذا وهذا هذا ترى يمكن 3 أكواب باليوم تكفي وملعقه واحده ترى تسوي زمزميه كامله ملعقة واحدة من هذه ملعقة واحدة صغيرة أسوي فيها زمزمية كاملة الله. يعني حتى توفير بدل ما تشتري من كشك أرخص كوب شاي أخضر كشكات كم يعني بسألك 3 ريال طيب بسألك إيش الفرق بين هذا الشاي الأخضر هذا وبين الشاي المغربي ما أدري الشاي المغربي ما عندي خلفية عنه ولا ما عندي خلفية عنه لا نفس الورق نفس كل شيء ما أدري والله الشاي المغربي ما لا المغربي غير ايش الفرق بين المغربي هذا؟ انا يعطيك ابسط الفروق. ايه شوف طالع هذا لونه اخضر هنا ما هو اخضر وايد هنا اخضر فاتح هنا لونه بني صح؟ الاخضر المغربي يجيك اخضر كامل. اها مع اني ما قد شفته على الطبيعه بس احس كذا. ما شاء الله طيب هذه ها؟ لا الظاهر انها جت بالغلط هذه هذه مغربية أنا أشوف عيونها مش شبعانة نوم أنا حسيت يعني
اطلع اطلع خصم 200 ريال ليش؟ اطلع روح ارقد ليش مسوي؟ خليك بيجي 200 ريال انا وش سويت؟ ما سويت شيء اليوم انت انت المفروض ما تقول ايش سويت؟ تقول ايش سويت انا في المطبخ اليوم؟ ما سويت شيء لا تقول ما سويت شيء قول ايش سويت انا في المطبخ اليوم؟ الله يعافيك أجين هذه نزل هذه نزلها لا لا خصم عشان الخصم ولا طيب تعال يا صالح عطنا كذي سجة مع الهاجوس طبيعه الحفر هذه لا لا اقصد يعني سجة لا 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 هو هو بيعطينا من حاجات اللي بنلعب عليها ايش خصم ايش تو الخصم خمس خمس حيوه اشبه مرة انتوا على طول الخصم البراين باقي كم من يوم الله يفقك ان شاء الله شغال عندكم انا البسكم البسكم والله تعبنا اليوم في المطبخ تعبنا اليوم اشتغلنا صح شف بالدفنة شف انت ما تبغى الخصم صح لا والله ها طيب اعلمك حاجه ها ترى كثير كثير ما اول شيء ما سويت عيط وتنكسر اصبعي كثير من المشاهدين كثير من المشاهدين يشتكون من كلمات هذه انا ما اسويها لن 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 خلنا 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 انا ما اسويها خلنا انت اذا ضربت المايك يطلع عند المشاهدين عنده فتره صفقه هذه لا لا هذه هذا الهش او البص انه يسبب عندهم تشوش عنده في التلفزيون عرفت يعني تخيل لك جالس كذا كان في واحد يقول في راسه كذا كان واحد كذا عرفت انت حاقد عليه تريد تضربني صح مي حلو مي حلو لك هذا اول شيء عرفت ثاني شيء لو قاعد تمشي شغلك يلا بسم الله العظيم يا الإماراتي رايتك بيضة يا الإماراتي 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 والعلم عالي فوق السحابة والعلم عالي والعلم عالي فوق السحابة والعلم عالي يا العلم عالي فوق السحابة والعلم عالي والعلم عالي فوق السحابة والعلم عالي يا الإماراتي رايتك بيضة يا الإماراتي يا الإماراتي رايتك بيضة يا الإماراتي الإماراتي رايتك بيضة يا الإماراتي يا الإماراتي رايتك بيضة يا الإماراتي والعلم عالي فوق السحابة والعلم عالي والعلم عالي فوق السحابة والعلم عالي خلاص بعد كذا ما في إلا هادي لا والله لا يمكن يمكن كذا لا 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 كذا لا كذا طيب أنشد لكم تفضل انا بعد بنشد بعدها لا 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 بعد استاذي هذا طبعا استاذي هذا ترى انا استاذ خالد والله اني قمت احب صوته والله يكتب لنا ابتليت صالح ذا كذا وش تقول ترى صوتي انوس ها عن صوتي يلا يلا راشد تعرف استاذي نشب حلقك لين تقبلته غصب هذا هو يلا راشد صادق يا كنترول لا 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 نبغي ذيك حقته هو بنشم لنا قمت اشتاق معي يا شباب ها وابني شملاني للمزيون نظرة حط نفسي رهينة من بلاد الهوى ربي يعينه صباه الهم ولا ما تمغبو تدري شو المصيبة؟ تكفى المصيبة اني ما قمت اتعود على صوتي المصيبة اني قمت اتحير مع صوتي هذه المصيبة هذه المصيبة اللعظة قمت اتحمس و لما انا افدى امك انك ما عاد تقول فيها شيء وش هو اذا تسمعين في المطبخ قاعد تنشد نفتك ليه صوتك جميل يا ابو لا جميل وجميل لك ما نبغى يعني تكسر السوق على الشباب وكذا الحاجات عرف والله فعلا معك حق انا نسيت النقطه هذه اسمع صوت البايخ الحين اوكي تعال خالد اعطنا فوق ترى وش اللي تو انطلب اسمع اسمع اللي قلت لك يا راشد انا وابي ابي انا واخواني يلا راشد حط عشان يفور هارموني هارموني يا راشد هارموني اوكي ها هارمون اي اوكي لا لا امزح والله اني امزح مقام العرب النبي اهم شيء ما عليه ما عليه بخير ما عليه صل على النبي تكفى لا تكفى اسمع زي ما قلت لك قل فك فك اسمع اسمع الصوت وش قلت نبي سمري سمري لا مطلوب مطلوب انا انا واخي اي ابشر انا واخي صدى يا كنترول
أنا وأخي وأخي شوق يدفعني لأراها أمي ذكرى لا أنساها طيف أنقى من زبد الأيام أبقى أمي 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 كلماتها أحلى منا سكنت قلبي همساتها باتت نجوى تضيء دربي لا تنسى أخاك ترعاه يداك لا تنسى أخاك ترعاه يداك خلاص يا أخوي خلاص هذا الصوت هذا الصوت يسمعونه أنا أقول لذي قبل شيء قلت له اسمع الصوت الشين خالد عرفت عسى يأثر فيه عسى يأثر فيه لكن ما أثر فيه قام أنا تعلق والله ما يمكن أبي طب ولا عندك مشكلة بالطلوع بالطبقة زين ممكن سؤال لازم إنك تسيطر ممكن سؤال ممكن سؤال ممكن سؤال الشاهي أنا من سمعت مقام الصيني هذا الشاهي يمكن هو السبب الرئيسي في الأوتار الصوتية هو اللي جمع زين الصوت لا نحبها يمكن يمكن أنا أحب الأوتار الصوتية إن شاء الله إن شاء الله نشوف اليوم سوينا شيء هنا بعد شيء أبشر بس الحين يلا مشاهدينا الأعزاء بإذن الله راجعين لكم بعد الفاصل ويشوف ان شاء الله شاهي ابو الهش والكرك لحبيبنا صالح ونعود لكم باذن الله تعالى بعدها من ذاق طبختك اعتمدها لو ياكل يدين زد بهاراتك 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 الله يحييكم مرحبا من جديد أعزائي المشاهدين وأعزائي المتابعين معنا في فقرتنا زد بهاراتك الشباب ما قصروا قلبوا أم الشغلة هنا دعاياته كل اللي يسوي شاي وكل اللي يسوي كرك كل اللي أمس قهوة والله أنا مخلود من أيام البيت وأنا أسويه حبيبي والله عشان كذا فقرتنا اسمها زد بهاراتك كل شيء يتعلق بالمطبخ اي شاهي اي كرك اي حاجه جيبوها عندنا هني سوق بها هني ركز معي يا ابو خلود عيوني شوف اذا تبي زياده الفائده الليمون له فوائد عظيمه يمكن مثل هذه واكثر فاجمع الحاجتين ابسط فائده يحفز العصار عصار الصفراويه تفرزها الكبد لزياده حرق الدهون الله يقطع المشكله شرحي ولا فيه هو اشياء اكبر من المخ باختصار اسمع في شيء يفرز من الكبد اسمه العصارة الصفراوية معروفة هذه العصارة هي المسؤولة عن حرق الدهون حلو تمام الليمون ينزل في المعدة ترى هذا الخبز صحي اسمع اسمع بدي يسمونه بدي اشوف الليمون هو مسؤول عن يحفز الكبد انه تفرز الحاجة هذه فهمت طيب ليه ما يحب الليمون ليه ما تحب الليمون ترى يصير فيه نكهة بسيطة ما هو مرة حار اللي ما يحب الليمون اللي ما يحب الليمون لازم انه يتعود والله الليمون له فوائد عظيمة تدري لو تشرب على الريق مع مويه دافيه يطرد كل السموم من جسمك يسوي فلتره ايش فيك والله يخوفك بعض الناس يطردهم كلهم من كثر ما في سموم ترى على فكره ما زلت المهم شوف كبير كبير والله كبير تحط شرايح كبير تحط شرايح الليمون والله من امس هو نسفت يبهته من امس هو طايح نسفت يبهته يستخف دمه يا النحله شوف ابو سلم ملعقة واحدة بس هذا المقدار بس بس ملعقة واحدة هذا المقدار يغشي شكرا بالحلال تحط عليه مويه حار تحرك تغطي بس يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله طيب يا حبيبي يا سيد الناس راشد لبيه حبيبي طبيا طبيا واللي نعرفه احنا ان الشاهي الاخضر قبل ما نحطه نغسله صح ولا لا حلو انت ليش دلقت على طول في ذا هذا مغسول وجاهز مغسول جاهز الله الله كيف مغسول وجاهز شلون باقي له 5 دقائق يا حبيبي لي سنه استخدمه انا يعني مغسول جاهز مره حطه على طول لك 3 ايام تشرب منه وتقول اللي جالطني هو انا اللي جالطني هذا الشيء 3 ايام اشرب هذه ملعقه ولا شيء واشوف صوتي اخترب بعد طيب ايش رايكم انت يا شباب ايش رايكم هلا تشوفون ان الشاهي الاخضر
كثير من الناس يشربها ولا يعتبر شيء فرعي للناس بس يعني ما هو اساسي في البيت، يعني لو جاك ضيوف ما تحط شاي اخضر صح ولا لا؟ صح تحط شاي احمر قهوه نعم. اذا نعناع صح؟ اه ليش على فوائد هذه الكثيره الناس ما تستعملها بهذه الكثره؟ انا اتوقع عشان الطعم، لان الطعم لا جديد علينا، مو ذاك الزود غير شيء جديد فعلا، ما هو بنفس لانه جديد شاي جديد علينا، ما هو بنفس تقارنها بقدم القهوه والشاهي؟ لا لا ما تقارن، لا سؤال ممكن سؤال بسألك سؤال، الناس طايحين في القهوه الامريكيه وطايحين في الموكا وفي حلو كلها داخله علينا بعد الشاي الاخضر، هذا لا متطور، ليش الناس يقولون اكثر من الشاي الاخضر؟ لان قهوه. طيب هذا شاي اوكي، بس القهوه الامريكيه هذول كلها تباع بالكشكات. وش ذا؟ اني بجاوب عليه، الانسان عدو نفسه، فهمت؟ فلذلك اي شيء مفيد ما يستخدم. شو يشيل النظاره؟ وشو؟ شو يشيل النظاره؟ انا من زمان خاطري فيها، وين اشوفه؟ خلنا اشوفك ينام بها. رد النظار. والله خلني اشوفك دخيلك. حلم عندي ينام بالنظاره، تصدق؟ لا والله العظيم انها حفرت هني. الله يكسر شيطانك. ابو علي. غسلته؟ انا دايم معصب. الله يحفظك ويخليك. امين. حبايبك من ليبيا. يا شاكر وقدر الله، شاكر. شاكر هذا اسعد الاوجلي. شاكر والله العظيم من ليبيا، اسعد الاوجلي من ليبيا. صغيره شفا حبيبي، هذا ورقه صغيره كانت قبل شوي كذا. يوهو اعوذ بالله، اعوذ بالله من الشيطان. وش ذا؟ هذه هي شفا، هذه يعني هذه اللي قبل شوي اللي قاعد اقول ورق عنب. ايوه هذه. قل والله. اي والله شوفونا حال مع ام الدبان هذولا. هذا قنفذ. القنفذ. لا ردها والله اني شاك في النظافه. تقول لي طبيب حق ايش اسمه؟ بس ايه طبيب حق بس نفسي والله. في جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باقي وليس بفاني، دار السلام وجنة المأوى ومنزل الله. الله 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 اكبر. مرات يا اخي ما تتمنى كذا يوم من الايام ما خطر في بالك الجنة؟ شوف هني في الدنيا كم نوع من الشاهي؟ كم نوع من الشاهي في الدنيا هذه؟ ايه ترى نوتك هنا نوتك ما بتسمع. ناوي تضربني وش؟ لا اسالكم كم تتوقعون في نوع شاهي في العالم؟ ما يقارب 150 شاهي. الجنة كم تتوقع فيها انواع؟ كل اللي تطلبه. كل اللي دق راسك تخيل سمعت خطر على تخيل تخيل قاعد تقول كذي مانك في الغريه تقول كذي سنابي. طيب ايش فيك من ضربك انا يا ابو في الجنه؟ يعني شوف زمان ايام اول ما بدات الدنيا تطور وجاء عصر يسمونه عصر العولمه يعني انتقالات في عالم التكنولوجيا وعالم فجاء ذاك الايام الباندا، جوال باندا يا سولو بدات الناس ايش؟ لا هو جهاز اسمه الباندا، فاول ما نزل بكاميرا. وش الجوال؟ الباندا. اوه فكان شيء غريب يصور كاميرا 9 ثواني يقول يا ولد يصور وتنحفظ بالجهاز؟ قالوا ايوه ما في انك تروح تحمض الصوره وما ادري ايش ايام زمان كان تحمل الصوره. اعطيك شيء قبل فصلي المطور. ابويا من الناس الكبار اللي في العمر، وايد كبير في العمر، يعني لحق على ايام الركاب ولا يعرف الطياره ولا يعرف شيء. سلمت. يوم واحد يقول من شيبانهم الاوليين يقول راح ما ادري الشام ما ادري لبنان بالغلط يعني فهمت؟ راح وشاف شيء استغرب، السياره تسير في الارض، طياره، اشياء استغربها فهمت؟ قال ردنا قالنا بييو شفت حديد يطير. حديد يتحرك اللي قبل ما يستخدمونه. قال ابوي ما صدقنا، قلنا هذا كذب فهمت؟ قال يوم يانا تذكرنا كلام الرجال هذا، ترى كل شيء من يقول انه تمسي هني وتصبح في سبحان الله في دار غير الدار. كانوا يقولون زمان الشيبان زمان كانوا يقولون بيجي شيء حديد ياكل الناس. وش في الحديد اللي ياكل الناس؟ السيارات. يقولون كان في اخر الزمان بيجي حديد ياكل الناس، عرفت؟ يقولون انه بياكل الاخضر واليابس. والله كلمه. اسال الحديد السياره يا حبيبي. ادري انا سب الدبابه تاكل الناس. دبابه ايش؟ دبابه حرب بوف تاكل. كيف حالك انت؟ طيب الحمد لله. انا تفكيرك مخك ما ادري. انا تفكيري داخل الحديد. يا حبيبي انا قدرتي طال عمرك المفروض ماني عندكم هنا. صح نفسي. طيب كيف شايف؟ حبيبي. ها؟
وبدينا ننام. انت اذا بندفنا صدق، انت اذا نمت وصحيت تنسى معلومات؟ لا، احطها في الميموري اللي مع الايام استخدمها. طيب انت اذا شربت شاي؟ والله اني انسى. بيني وبينك اعترف لك بعترف، اقسم بالله اني امسح اللي البارح كله اسوي فورمات على قولتهم. اقول لك زمان على ايام يوم اقول لكم الباندو، يعني مني مشكله نفسها. اقول لك الباندو هذه الحاجات زمان كانوا شيء جريمه، اللي عنده باندا. باندا وش؟ جوال باندا. اللي كان متين. اللي من اول الجوالات كانوا يقولون كيف جوال يرسل جوال ثاني جنبه معلومات. يوم كانوا يداولون الصور يداولون. قالوا اسمع انت احس كذا، انت ما انت معنا في العالم، احس انك توك شفت الجوالات. انت انا تكلمني الحين؟ اي حقيقة انت، انت والله وضعك غريب. ما ادري عنك تتكلم في موضوع تري فجاه تشطح. ليش يعني؟ ما شطح. لكن هذه انت تقول شيء. ايش الباندا؟ ايش الباندا؟ انا وش دراني باسامي الغرب؟ انا اعرف اسامي عربيه. والله والله. طيب ايش كان، ايش كان رمز الجهاز؟ ها ايش كان رمزه؟ وش رمزه؟ ايش رمزه؟ المصبغ. المصبغ. ها انا صنع الكفار ما اعترف به. صنع الكفار ما اعترف به. يعني كنت على ايش زمان؟ ها الصوت، صوت يسري. ها صوت يسري ولا حمام السلام؟ ولا حمام السلام. ابو حمام الازرق ذاك اسمه الرهيب. لا حد دمع 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 الطوبه ذاك. ايوه حكم على زبون هذا حلب ولده. اقول لك شوف زمان ايش كانوا يسوون؟ كانوا يرسلون حمام، يرسلون واحد من الجيش يروح يودي ورقه. ايام يقعد ايام ايام الى نوصل الخبر ذولا قد ماتوا. الحين هاي سناب، الحين هاي سناب. كانوا ياخذون، كان الواحد يا طويل اصل الحرب وقفت. كان الواحد يا طويل العمر السلامه اذا مرض، اذا مرض الواحد كانوا يودونه المدينه ثانيه والقريه ثانيه يعالجونه. خلاص قدوا على فراش الموت، على فراش الموت قد حاطين الكفن تحت راسه. ان مات لحفوه ودفنوه في اي محل، وان عاش عاش. الحين ما شاء الله يطيروا في الطائرات يدونها من مدينة لمدينة. أقول لك الدنيا تغيرت، الواحد يفكر فيها. أنت اللي شفت لو تجيب الحين واحد كبير في السن، مثلا عندنا في القرية أبو رشيد. أبو رشيد ما شاء الله تبارك الله، أبو رشيد عاصر جميع الأجيال. لو تسأل عن حاجة زمان كان يقول لنا، إحنا كان يقول لنا، كان يقول كنا نروح من حايل إلى مكة سوريا عشان ناخذ أكل وناخذ معونات وناخذ حب وناخذ. ما شاء الله كم عمره؟ 30 مرة 100 وشوي. قول والله ما شاء الله. شوي ما شاء الله. الله يحفظه. برشيد ما شاء ابو رشيد ما شاء الله. الله يحفظه الله يحفظه. عنده يمكن حول 4 لغات او 5 لغات. ما شاء الله ما شاء الله الله يحفظه. عنده 4 لغات. شوف بقول لك شيء. كل اللغات. بجاوبك على موضوع معين. انت قلت المريض ينقلونه من مكان لمكان. شوف ربي انه رحيم بكل خلقه. فهمت؟ في ذاك الوقت كان المرض نادر، ما يجي الا ناس من ناس. فهمت؟ وما يميتون من الامراض. فلذلك ربي يرحمهم لانه يدري ان المسافات بين الدكاتره يرحمهم برحمته. فهمت؟ اما الحين ما كذا. الحين احنا ايش تخرب فلسفتي؟ احنا لا والله ان كلامك غير صحيح وغير منطقي. احنا الحين يا طول عمر السلامه صرنا نعرف المرض الفلاني، نعرف الفيروس الفلاني، نعرف الحمى الفلانيه اللي تصيب وياخذون حذرهم يسوون لها ايش؟ حمله ضد الوباء هذا. عرفت؟ لكن زمان جاهم عام يسمونها عام الطاعون. يعني تخيل كذا 5 في البيت يموتون ما باقي الا شايب ابوهم. 13 كذا من الجماعه، 20 من الجماعه ماتوا. هذا طاعون. اي مرض كان يصيب البطن كان يسمونه طاعون. اي واحد تنفقع عنده، يعني تخيل كان 90% من المشاكل عندهم واحد انفقع في بطنه زايده ومات. سبحان الله. عند الحين نتفادى الزايده قبل ما تجي المريض. يتفادونها يقصونها قبل ما تنفقع في بطنه وقبل ما. اقول لك عند الحين في عالم عجيب، ما بالك لو قلت الجنه ايش فيها؟ الجنه لا عين رات ولا لا اله الا الله. شلون؟ وليش الواحد تجي زايده؟ انت دكتور علمني يا حبيبي تفضل. الزايده طول العمر هي هو بيتفلسف بس ما لا زايده دوديه. زايده دوديه ما لها اي فائده بالجسم. جمع فيها الميكروبات وتجمع فيها البكتيريا ما لها اي فائده بالجسم. زايده على اسمها زايده دوديه ما لها اي فائده، لا تجمع ولا شيء. الزايده الدوديه متى تجي للشخص؟ هي موجوده بالجسم لكن متى يحس بالالم ولازم انه يستأصلها؟ متى تلتهب تقصد؟ ايوه متى تلتهب؟ اشرب؟ اذا احيانا احنا ناكل فصفص. يعني حب الفصفص من ايوه حب الفصفص من اهم المسببات. ليش؟ لان احيانا وهي تمشي بالامعاء حبه الفصفص ممكن انها تزلق وتدخل بالزايده الدوديه او اي شيء صغير ممكن يدخل بالزايده الدوديه. فلما يدخل يسبب الم فظيع. وش العلامه الفارقه اذا تعرف الشخص فيه زايده دوديه ولا؟ ايه ترص على بطنه كذا، شوف ترص على بطنه كذا حلو ثم تشيل. ايوه اول ما تفك كذا
اذا حس اذا حسيت في الم زي كذا زي النبضه زي الدوديه ولا اشعه موديل القاطع احيانا اشعه تطلع احيانا لا الاشياء الحاره طيب يا حبيبي لا الاشياء الحاره حاجه ثانيه ما اقدر اقولها عشان ما يخصم علي حبيبي الزايده طبعا يا طول عمر السلامه مستحيل اي عضو في الجسم ما منها فايده هذه من الله ما في هي قالوا انها الزايده الدوديه فيها افرازات تساعد على هضم المواد الخضراء صدق ولا لا والله الحقيقة ما ادري انا ترى معلومة ذي ما هو من ضمن تخصصي انا اجتهدت وعرفتها يعني ايوه لكن شوف اذكر انه ترى ما لها اي فايدة انا اللي عندها فايدة انت اذكر دراستنا ما لها ما لها ما تضر ولا شيء اي هي ما لها وظيفة رئيسية يعني ما هي وظيفة رئيسية لكن لها وظيفة ثانوية او زي كذا والله ما ادري انا ليش ايش دخلها تلتهب طيب اذا ما منها فايدة تلتهب الانفيد جت في حبة صغيرة مثل الفصفصة وذا سدت يا ابو حامد لا توهقهم معانا 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 السجن ما يصلح الناس المهنة السجن ما يصلح الناس المهنة يا ابو حامد لا توهقهم معانا يا ابو حامد لا توهقهم معانا يا ابو حامد لا توهقهم معانا يا ابو حامد توهقهم معانا السجن ما يصلح الناس مذنا السجن ما يصلح الناس مذنا ابو حامد لا توهقهم معانا يا ابو حامد لا توهقهم معانا السجن ما يصلح الناس مذنا السجن ما يصلح الناس مذنا يصلح الناس مذلنا السجن ما يصلح الناس مذلنا هذا تحدي ترى يا راشد تحدي والله قصر مخلود عيوني هم القول لنا الفعل ولد ولد اقعد اقعد رايك ابو علي 100 100 يا ابو محمد لا تهايط هذا جاي لا لا يلا بعدين جديد لا تحط الوجه قدام اقول لك اقول لك هذا الكلام قوله للمرجال لا تقول لي لا تضايق سمعت لي قوله للمرجال لا تقول لي من يضحك اولا يبكي يا سلام لا لا يا حبيبي طيب صالح لبيه تبغون شيء له بعد يقول ربعي لي يا جال المواقف النادي براحتك شو هيدا يا اخي امس قلت قصيده انت في الهواء وما كملتها شنو شنو هاي القصيده هذه اللي قطعك فيها اسمه منها محمد بنت الشمس اي اسمع 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 صوب بلحن اسمعوا الشعر على اصوله بلحن يا ابو سلمت تهادت الشمس عقب السلطنة والغرور ملت وصدت وراحت من نحر ضيفها صدت منها مثل صدت طوال الشبور عن كلمة الزايف اللي مطربه زيفها تعالي اللي حضورك يفرق من الحضور مثل ما تفرق دهور الأرض عريفها محتاج لك حاجتي لا الضحكة ولا السرور وعيونك اللي سهمها حد من سيفها لا يحزنك هاجس الفارقة وكبت الشعور وظروفنا اللي شتاها حر من صيفها أهم حاجة محبتنا وباقي الأمور زانت تزين وما زانت بكيفها الله أكبر زانت تزين وما زانت بكيفها على كيفها يا سلام يلي تزيد بارك الله فيك إن شاء الله بتكون شيلة رسمية قريبة كيف الشاه يا أبو الله يقويك يا حبيبي وحب انتظارك يقول لك كفو يا خالد لهم قول ولنا فعل
ايش رايك؟ هاي فايف هاي فايف بهذه المناسبة. ون منت ون منت ممكن داخله؟ تفضل. الذي يموت ولم يشرب شاهي ابو رش ورش مات موتة جهلية ولا ما دخل. انا كنت احسبك قاعد تشرب شير. تعال تعال دخل. استغفر الله استغفر الله اسحبها اسحبها استغفر الله. ذا شهيك؟ اي والله. شلون لونها ابيض؟ الليمون ليمون داخله شيء من الاخر. والله انه شاهي عالمي. ما تحب الحوامض؟ كمك والله ما تعرف الصحة. أنا أقول وش اللي التعب اللي فيه براس. الليلة المسجون لما لما حط نفسك رهينة من بلاه الهوى ربي يعينه صابها الهم ولا مات مقبول. والله أنا حلو والله حبيبي أعطنا أنت الحبيب والمصطفى. الله الله يسلم. ممكن أطلب بعد أبي سمري بعدي بعد وأنا أطلب مني. لا 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 أنا اللي بطلب ما مهديلش. لا 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 ما شاء الله. لا طالبك سمري انا طالبك. ها تبي انت الحبيب؟ اي اللي بكتب عليك. يلا عطنا انت الحبيب المصطفى انت الامين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين يا سيد الأخلاق يا نور الزمان يا من نرى في هديه بر الأمان أنت النبي الهاشمي محمدا أنشك ربي رحمة للعالمين. الله اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم. والله هذا اللي حاضر خالد. خالد لا رجاء انا ودي اسمع ما عاد ودي اسمع كلمه ماني حافظها لاني اذا دخل جو سكت الواحد. يلا يلا خالد جاني سؤال يا خالد جاني سؤال الان احمد جاني سؤال من راشد يقول من احسن صوته ولا صوت خالد؟ راشد اكيد الان جاني الصوت هذا. ايش تقول انت ابو علي؟ شوف ابو علي شوفك شوف خلنا منصفين يا ابوي. ابو علي انت تقيم في المطبخ وتسوي ان الولد الشاطر وحق ابو الطبخات كله. طيب اوكي صح ولا لا؟ نعم. شوف بسالك سؤال. تفضل. انت امام الله يوم القيامه. نعم. ستسال عن هذه الحاجه. نعم. قال لك اي صوت احلى؟ قال لي اي صوت احلى صوتي ولا صوت خالد؟ ايوه سالني سؤال. ايوه ضحكت سؤال محبوب على طول. الاجابه في الضحك. الاجابه في الضحك اصلا. لا ضحك معي يعني واضحه. ايش اللي واضح يا ابو ما شاء الله اللهم صل. احنا ما نادك يا قول ها ايش الفرق بين الثرى والثريا يا رجل؟ ثقل الله ترى مع احترام شديد لك يا راشد. الثريا ولد راشد 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 من ناحيه الصوت ولا قدرك برش برش مع احترامي الشديد لك و رشيدك او على على انت ضد العالم. انت وقت قبل شيء حتى انا يوم ضحكت انت بعد ابو علي شفتك زي تسوي زي كذا ما ادري تمسك ب جاك دوخه ولا ايش مسالك السؤال ولا ايش؟ صدق دوخه ايش؟ خليك شيء شفت قبل شيء مسالك قلت كذا يوم سالني انت ضحكت سؤال يا اخي ولد صلى الله على ما شاء الله ولد ايش؟ ذكر الله يعني تقييمك ابو علي ما شاء الله تبارك الله تعطيه 400 ها؟ 400 كم انت؟ 600 وهنا زيرو اجل ناقص ملح ولا كل شيء ولا شيء النكهه ما شيء اسمح لي يا خالد اسمح لي ويا دانا ويا دانا ويا دانا ويا دانا ويا دانا ويا دانا ترى ليل المحب ويا حظي لك يا ابو علي اليوم انا وراشد مع بعض تكفر فوق علينا يا ابو علي وسارى ليل المحب خسر يا لا 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 ويا دانا ويا دانا ويا دانا ويا دانا سارى ليل المحب ربيع ويا حبي لك يا ابو علي اليوم انا وراشد مع بعض تكفى ارفق علينا سارى ليل المحب ربيع لا 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 ويا دانا ويا دانا ويا دانا ويا دانا ويا دانا سارى ليل المحب سارى لا 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 ويا دانا ويا دانا ويا دانا ويا دانا ويا دانا سارى ليل المحب ربيان سارى ليل الله رايك ابو علي ويا دانا ويا دانا ويا
دانا ويا دانا ويا دانا ويا دانا سارة ليلة المحب رضيان. الله الو مرجان جيت يا مرجان يا ابن دفنة اسألوا لك البرايم قرب وانت نكهة البرنامج وفكاهي البرنامج ما نبغاك تطلع فكنا من الخصمين. هذا نقول له لا تقول لي قول لي سامي وهذا رسالة ثانية خالد بلغ بن دفنة يحافظ على رصيده قرب البرايم. والله اني محافظ لكن ايش اسوي تخيل تصيدون لي اخطائي والله اني لساني ما فيها شيء لكن تدري وش هم مشددين وايد مشددين تخيل هنا واحد يقول يا خالد عدل طاقيت بن دفنة قهرتني ذا اليوم ها موت قهر ايوه غلط مضبوط قل والله يا اخي والله انك خربتها يا اخي انت ما شاء الله هذا الراس ولا تقدر تعال اللهم صل على محمد ما شاء الله تبارك الله ينزل جباتي والله اني احترمك كمذيع لكن ما عليه خلف الهواء بعدين نتكلم قبل شيء تقول انهم ظلموك انهم قاعد يخصمون منك وقاعد ما في شوف هم ما ظلموك عرفت انت خنعي هم ما ظلموني شوف بقول لك شيء هم هو صحيح ما ظلموني بقول لك حاجه وتكمل انا ظلمت انت نفسي. انت اللي ظلم نفسك قبل شويه صالح موجود هنا وانت قاعد تتمشى برا ما تمشى والله والله اني ما كنت اتمشى تدري شو السالفه هذه وحده اللي انظلمت فيها قل ليش كنا قاعدين هنا ننتظرك اللي تمر يوم تمر اطلع وراك على طول مريت وانا ما شفتك وترقد ايش اسمه وانا تدري شو اعتقد معلوم دايم على الهواء وترقد من يعني 16 ساعه لازم انام انا ابوه بالطريق التلفون هو التلفون يفضي بطاريته الله 24 ساعه قلقلق ابعدوه خلوا انت بطاريتك ما شاء الله تبارك الله ما تفصل فاضي على طول فاضي على طول لا مو بنت يعني انت ما شاء الله تبارك الله والله يا حسد حبيبي احس انك تخترع من عندك وتسبني انا قاعد اخذ من الكلام طيب خالد اعطنا صادك الغيث اذا الغيث هما يا بس لا تقول محفظه كامله كالغيث اذا الغيث هما كيفك يا منيب؟ مساك بخير، شو مسوي؟ الله يبارك فيك. أي مقابل؟ العرب هذاي شغل عجب. يا سلام. روح يلا. جد جدك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلس قد مضينا ننثر الخير ما نامت الأعين عند الغلس إننا مجد وعز إننا عائدون أمتي لا تيأسي عائدون أمتي لا تيأسي يا زمانا هل نسيت المسلمة نور هذا الكون رغمأ أقمرا كن شموسا أنجما ومضينا كي نغيث الأمما ننشر الحب نمضي قدما حلل النور بلادي تكتسي حلل النور بلادي تكتسي ليش ما في عندك قرار حاول تدرب صوتك يصير عندك قرار وجواب مقام القرار نعم ما تحط على المرق نفسه صوته بين القرار وبين هي هذه مشكله لازم انه يلعب على كل النجابات يا لا 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 بصير فوق نعم سيرفو. انا قلت زي كذا قبل ما سمعت الكلام هي انا حتى انا قلت شكرا فريق صالح بيخسر والسبب بن دفنة يقول
يلا صالح صالح فريق صالح بيخسر. الله يا دار زايدك بالمحلى يا ناس حلوة وقلبي مغمن فيها لما القمر يوم يظهر من محياها في بانية الأرض يرحم كف بانيها. الله يا دار زايد كيف محلاها يا ناس حلوة وقلبي مغرم فيها كن القمر يوم يظهر من حيا هي جنة الأرض يرحم كف بانيها. الله يرحم زايد. يا الله يطول عمر خليفه اخوانه. يا الله فريق صالح بيخسر والسبب بندفنا. خالد ليش ليش صالح اللي قاعد يطبخ بحاله؟ بندفنا عادي يقطع سواليف بس عادي يرقص. عادي وش عادي وش شفته بندفنا عادي وش شفته بندفنا يقولون هذول ليش ما تساعد صالح؟ هو ما يعرف الطبخ. شوفوا لا انا مع بندفنا ممكن جواب اذا ما يعرف اذا ما يعرف لا شوف انا جاوب انت ناوي شيء انا اقول والله ما ناوي شيء انا جاوب عنك لا انا ما اقدر ارد عليه. بندفنا كثر خير مليون ما يعرف يطبخ الطبخه فلذلك خلى صالح. صالح يقول انا اعرف وهذا اكبر مساعده له. ايوه اسمع والله ما قد طبخت اكبر مساعده اني ما شاء والله والله ما قد طبخت اكبر مساعده لي حياتك تطبخ؟ لا والله لا اله والله اني مره بقول شيء مره كنا رايحين العزبه اني واخوي سعيد الله يذكره بالخير وواحد من جماعتنا ريال كبير وابل انزعل من عندنا انزعل رحل فهمت ابل ورحنا ندور منهم في الربع الخالي وسعيد خوي خذ من كل شيء وقالوا لي اللي طبخ انا اصغرهم واحط العيش واحط معه جبن واحط بطاطا شبس فهمت شبس ايه معروف فهمت واحط نوتيلا ما ادري وش اسمه حطيت طبخه مع وراها طبخه واحط ما ادري وفي الليل كلوا الصبح وكلهم مرض انا اللي اسوق لاني ما قليت ادري انه مرض. ما حلو حق مقالب انت ما حلو والله انا شيء لا والله اني صادق اني قلت بطبخ طبخه جديده في راسي يعني كويس انت خليك تسولف معي. صالح يقعد هو يطبخ هناك عشان كذا لو طبخ شيء سوى معك شيء عشان ما اكل فيها. شربت الليمون يعني نهائيا ما مديده ما سوى شيء. فرجينا شوف شاي اخضر شاي الله ما عنده غير يشرب شاي وجهه احمر واخضر من غير ذا الشاي كوب احمر كوب اخضر كوب احمر كوب اخضر جعله بالعافيه. هذا مخرجنا الغالي شفناه حبيبي هنا مكسوه ما ادري في ملعقه في مكسوه. انتم يوم يتونا هنا بطلعونا طباخين رقم واحد ولا بطلعونا نجوم؟ حيرتونا ترى. لا شوف حيرتونا ترى. خل بعلمك حاجه النجم اذا ما عنده مقومات في حياته يعني النجم لو راح اسستني يا مقومات انت يا نجم ايش دي هذا ارتيه كوكب دايما اصفر هذا اللقافه شفت يا ابو علي ايش تسوي؟ والله انك صادق ايش دخلني افتح الطالب حركه خلي المشاهدين يتابعوني شوف. والله احس انك ما تعرف تطبخ. انا والله اني عندي والله يا امس امس اني سويت مضغوط الرز حلو جدا. تعلمت في ذمتك تعلمت هنا ولا تعلمت برا؟ لا والله ما تعلمت هنا نهائيا. والله تعرف ايش كنا نسوي العام؟ تركوا في نعمه انتم. قول ليش؟ وش؟ لانكم يا طول العمر السلامه تطبخون وتعرف شلون تطبخ. يا اخوي انت ونظام الشيبان تعرف احنا ايش كنا نسوي؟ ترى احنا كنا يقهرون لان يدرون ان ما لحقنا عليه. شوف الغبنه اللي تغبن صح. كان عندنا ورقتين مكتوب فيها المقادير مكتوب فيها التحضير. احنا ناخذ الورقه نقول حاجه الفلانيه اضف ثنتين ملاعق نقول انت مناي عرفت ممكن اجاوب عليك عرفت انت وخبصه مخك وشي انتم يا بقول لكم شيء انتم يا نجوم خمسه بقول لك الصدق والله اني اقول لك الصدق انتم مثل الشايب اللي صدقاه كلهم ماتوا وما عنده شاهد كيف يعني سرت كلها وشت الشاي ما احد عنده شاهد. لا لا الله يرحمه كان عندي فلان. لا 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 الله يرحمه عندي فلان مخرب والله خليه يفتح لنا مقطع من اليوتيوب. لا خليني اعلمك لا يمكن المشاهدين يعرفون. يلا حيت الغانم سكر حبيبي سولف فيها الغطا سولف علي والله انه ماسك الغطا والله انه يازل الشاهب ورش حتى على عندك حاجه ايه عندكم في الغرفه في تميس شغال ها في تميس في الغرفه بيني بينك ايه في الثلاجه لا والله ماشي والله ما في تميس ماني ماكله تميس انا كنسلت التميس لان بيني بينك يوم رحت اخر مره انا والشاعر علي بن نايف رحنا ابو ظبي كم باقي على الصلاه تخيل ذابحين لنا قعود وحاطين سنان
يوم شفت القعود اشتقت لي التميس. قلت والله لا اقطع. هذا اللي يقول وجه البقره. طبعا منكم حاجه ترى كان عندنا قال وين بتنام بعد ما اخذت البلديه؟ والله اني على نيتي قلت في الهنجر هنا. شوف وجه البقره يستحمل الغنم. اسمع وجهي طول عمره لا بندفن راقد في سريري حق ريست نايت ذا العود. وجهي قلت لاني قلت بنام في الهنجر. اسمع يا بنت قلت عبد الله قال حر. لا لا تدري ايش سوى؟ يقلعك توني وكنت في قال لي قدامنا بر توني بالعز. قلت والله توني دخلت في الحلم، حلم اول مره احلم فهم جبار يعني حلم. ادري لان وجهه كويس ما هو وجه فقري دام رقد وشاف حلم. يقول اول مره اشوف حلم في حياته. اي والله باين باين انك ما احلم وايد ترى لان كل شيء رقد على سرير من هنا على الواقع طال عمرك. هلا طيب بقره بقره على طاريها بقره لك حاجه. بقره وش؟ بقرا ولا بقرا؟ يقول لك ما شاء الله ارحب ارحب ارحم على شوف. تعال 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 هذا الانسان بتعطيكم معلومه. تعال مني هذا الانسان طال عمرك خربوه عبد الرحمن وفارس. المصيبه المصيبه ما خرب ما خربوه اكتفى بذلك، راح خرب منيف. منيف الشاعر الثقيل قام والله العظيم انه خربه. انا خربت منيف ونشوف الارض ونشوف القريه فساد. انت من خربك يا والله؟ انا انا لا والله انا اعد الخربه خرابه. طيب احاول اعدل هذا. امه يا ريال امه مستغربه والله انها مستغربه تقول هذا ولدي اللي ربيته. الغمازه وحده اختفت، ملامح البراءه اختفت. يا ريال خلها على الله. طيب انا قلت الله يخلف عليها خير. الله يخلف والله الذي لا يراه اني كنت بقرا لك تغريدتك. والله والله تقرا والله انا طالبك والله ما اقرا والله تقرا. اخذت وقت ام تغريده. يلا 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 ما اسحب كلامي. راشد مبدع دائما نبغى شيء. لا هد ما نبغى شيلات نهائيا. انا ما احب الشيلات. شيب على العين حق وانا ما ودي ان احد اكثر عشان ما تلك العين. صح بعطيك موال يا ابو خلود. ابو خلود العين صالح. اي يا حبيبي تفضل. شوف احنا طيب بس خلنا هذول ما يحتاج يعني شوي. هذه من اخته صغيره. الله يحفظك وجه راشد. الله يحفظك. لا والله فيها براءه اكثر من لا اله الا الله. ما شاء الله الله سبحان الله. انت من عادك صغير بنت صغيره لازم تصيح. صح بنت صغيره. صح لا لا ابوك اختك صغيره. كم تدرس هذه؟ باقي الظاهر خامس رابع ابتدائي. الظاهر الظاهر والله يا هم فهي يا ادمي ذا. بالله قل لهم يذكرون الله. قلوا قلوا ما شاء الله. قلوا ما شاء الله. اذكر الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم احفظها. اللهم لا تبتليها باللي ابتلاها بهذا الانسان. يا رب ما تصير فهي مثل هالادمي ذا. امين امين والله. هو شباب قال امين. هو ليت كل الناس راشد. شباب بعد عليك كلام عن راشد قسم بالله اني قلت له قبل كلام اليوم. قلت له تدري وش قلت له؟ قلت له انت في ترم متصاعد فهمت؟ ما شاء الله راكب لفت انت تصاعدي ما لك نازل. يقول ترم ما شاء الله. فيوم في ذيك قام هاني قام هاني وش اسمها؟ رتم. اي رتم. قام هاني وقال ما شاء الله راشد رتم متصاعد. هذا المفروض انه برا المايك عشان يسمعون. ايوه من اللي حط ملح؟ هلا قول والله ملح؟ ملح؟ ترك بالملح. لا لا الشيء ذا الكوب ذا محطوط فيه ملح. ها آه لكن يا اخوي يا اخوي قول كذا في ليمون. تعال سمعنا يا شو اسمه ابو صلوح. سمريت قلبك طيب وش اللي غيره وغيره. احنا طالبين شوش شوش يا ابن ذي. سكر يا اخوي شوش يا ابن ذي. لا لا في واحد غاش غاشني حاط ملح. قل والله والله انه في واحد غاش. خليني اعلمك شلون طفي النار. هلا هذا سكر عشان يحط منه. وش موال؟ ايه ابو صلوح تعال. وري ساعة وري ساعة. الله يقلع وجهك والله انك حاط ملح. ايش؟ والله ما تسي. انت حاط ملح؟ لا والله ما حطيت ملح. والله انا تعال بقى تعال. صل على اتوقع اني اسويها. افضح روحي بالضحكه. حرام عليكم والله عندنا طرطشة والله يهديكم. سكيت والله ما حطيت والله. طيب ابو صلوح ابو صلوح. والله اني عرفت فين وين. هذا ملوحته زايدة وقبل شوية ماسك ال كم باقي على الصلاة؟ كم باقي على الصلاة؟ مويه تكفى ابو علي. يمدينا اقول موال؟ يمديه موال. ايوه ايوه تفضل روح. والله كم بالحين؟ اسمع ابو علي هذه ليش كاتبها؟ ها؟ ها؟ هذه ليش كاتبها؟ ايش دخل؟ كيفي ورقتي وكيفي؟ ها؟ طيب طيب تسمح لي يا ابن دفناء هذه هلا ذهلي طلب طلب والله غلط نظارة والله كاشخ ما شاء الله عليه. ايش رايك ايش رايك ايش رايك ابو خلود؟ نروح معكم ايش رايك ابو خلود؟
يلا اشغلنا يلا ابدا ابدا سم بالله سم بالله ما مثيلش يا بلادي يا نظار عيني وزادش مسكنش داخل فؤادي مسكنش داخل فؤادي ما مثيلش يا بلادي ما مثيلك يا بلادي هذه العين صالح الله هذه يهديها العلوان الصوفي الوان الصيفان الصيفان ابو خلود هو اللي يشغلنا دائما به اشغلت بها عشان كذا انا عرفت فحفظته منه انا سبحان الله تعب جوك ترى حلو في الحاجات هذه اسمع والله اعطى من نفس الجو ها سمعك اي يا حبيبي كم باقي على يمدينا قبل الصلاه ايه روح يا حبيبي روح جوا يمني قصدك اعطيها وضعيه راشد لا احب اصفي عشان نوزع على اصواتك والله والله العظيم سلمت حبيبي من قال لي حياه خلاص مره ثانيه ان شاء الله يلا علمتنا الليالي كل ما غاب غالي مسري الا لحالي بين دمعه وبوح الهجاوي ما خابت والمواعيد شابت شمعة الوصل ذابت والقوافي تفوح القصايد تجي لك ما تدور بديلك بين صمتك وليلك طير شوقي ينوح بين حد بالمحاني لك صروح ومباني حب واحساس ثاني لا تهدى الصروح يا حبيبي علامك وش مغير نظامك وين راح اهتمامك ما تحمل جروح الجفا لا تشبه لا تموت المحبة يا أكثر إنسان أحبه أنت للروح روح الفرح غاب عني فرق الضحك سني والحنين امتحني طالبك لا تروح الفرح غاب عني فرق الضحك سني والحنين امتحني طالبك لا تروح الفرح غاب عني فارق الله كنس حاجة بقع والحين امتحني يا ابن ماذا أول شيء شباب أصبح وجه الله من اللي خرب علينا الكرك وحط عليه ملح والله مو بنا قول والله ما هو أنت شوف دائما اللي مشكل والله مو بنا بخلوص سلامت والله الذي لا والله الذي لا له ينتظر أنا شفت الكرك أنا شفت وأدري مين أمكن أنت اللي غلط يا ابن ذه لا لا أنا شفت أبو خلود ها انا عارف والله والله ما بني بس بشرط إيه؟ اذا قلت لكم منيف منيف والله هذه حركات منيف لا لا مو منيف مو منيف لا لا منيف طالع لنا شف لا 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 هو راشد ولا مخصم عليك 20 ريال من راتب مشاهدينا الاعزاء ناظر ناظر هذه طبخه الشباب يوسف يا ابو خلود الربيان دقيقه دقيقه وهذه يا طوال العمر السلامه طبخة الشباب الرز والدجاج موجود هناك اللي هو المندي يا سلام تابعينا الأعزاء رايحين بإذن الله لصلاة العصر وراجعين بإذن الله تعالى مع تقييم بإذن ايش مجدوا اسمي الزومبي اظهر مهاراتك يلا 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 زد مهاراتك من ذاق طبختك اعتمدها لو ياكل يدينه بعدها من ذاق طبختك اعتمدها زيد 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 يلا 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 زيد رصيدك يلا 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 زيد رصيدك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله الله أكبر الله